اللهم اهدني وزوري خلاص. اللهم وفق القائمين هذه القناة كل يعمل هذه ولهذه لما أصلح وأصلح من وجل أهدافنا صادقة صلى الله وصلى وسلم وسلم. بسم الله. السلام عليكم. يلا حيوا الشباب. هلا بالشيخ خالد. الله حيهم. يا مرحبا، شلونك حبيبي؟ الله يكرمك. مرحبا. هلا معاذ. الله حيك. شلونك؟ عساك طيب. شلونك؟ شلونك؟ عساك طيبين. الله يكرمك حبيبي. الله يكرمك. شلونك؟ عساك طيب. هلا بسعود. الله حيك. مبروك الدلع. يقول الرئيس بعد ما شاء الله. يستاهل يستاهل يستاهل. هلا عبد الله. الله حيك. الله يكرمك حبيبي. هلا بالشيخ سعود. مرحبا. الله حيا حيا والله. نعم بدر ونعم فيك كلكم. شيخ لا طولت. الله يرفع قدرك وحبك. الله الذي احببتني فيه. اهلا بالسلطنه. حيا الله شيخ. ما شاء الله. يلا حيا. مرحبا بالشيخ راجح. يلا حيا. الله يكرمك. مرحبا. شلونك؟ مليون. شلونك؟ هذا بركه. يقولون جايكم من ايه ما شاء الله. الله اجعله عبد صالح الشيخ زياد. مرحبا الف. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يحييك. شلون يعزني بدي؟ شلون صحة؟ من يعزني بدي انا ان شاء الله. لا طيبين ان شاء الله. طيبين ان شاء الله. ارحب. ما شاء الله. والله انها يلا حيا. في الحديث استلم وقبل. يلا يلا حيا. عساك طيب. حيا الله الشيخ ابو سيف. شلونك؟ يلا حيا. عساك بخير. ابشرك. والله ما دريت الا تالي توقيع. بيض الله وجهك. ولا والله ودي كان حضرتك. الله يحفظك. هذه الورده وش سرها؟ هذه اهداء. يقول اهداها لاي حبيب لك. اوه بس بيض الله وجهك. مقبوله. الله يطول عمرك. ويسر امرنا وامرك. وفرج همنا وهمك. امين. وهم هالمجموعه كلها. وام سيف موجوده؟ جعل الله يخليها. امين. الله يحفظها لك. اللهم امين. اجل بنجيب لها ورده الاسبوع الجاي ان شاء الله. الله يرحمه من ورده خاصه. الله يجزيك خير. امين. الله يطول عمرك ويحفظك. اهلا مأمون. كيف حالك؟ مرحبا. الحمد لله. الله يسلمك. اخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك. كيف حالك؟ شلون صحتك؟ والله يكرمك شيخ مأمون. يا حبيبي يوفقك. اهلا بالشيخ الكريم. كيف الحال؟ الله يحييك. كيف شيخنا؟ شلون طيب؟ الله يهينك ولا يصلحك. الله يسلمك. الله يرضى عليك. كيف الحال؟ الله يكرمك. كيف حالك؟ عساك طيب؟ طيب. شلون اموركم؟ شلون ركن القصيم؟ تمام الحمد لله. شلون كراجح؟ الله يحييك. اقول شلونك؟ عساك طيب. هلا وغلا الشيخ عبد الله. يلا حيا. شلون صحتكم؟ شلونك عبد الرحمن؟ شلون الاهل كلهم طيبين؟ شلونك يا محمد؟ عساكم بخير. السلام عليكم. عساكم الله بالخير جميعا. هذا عبد العزيز. هلا الشيخ مخلد. الله يكرمك. انا الله يعينك. الشيخ هذا بالعمده. هذا عادل. شلونك؟ الله يعينك. شلونك؟ طيب. بخير ونعمه. والله ما عليهم طيبين. يا رب لك الحمد. انطلق ويدي بايدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع رب يزيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. هذا البرنامج برعاية Ah.
بأي طريقة أهديك قل لي أنت يا أبتا أنا لو مهجتي تفديك ما قدمت مكر. مصارف وقف الأب سلة الخير الغذائية رعاية الأيتام بناء وترميم المساكن إعانة الشباب المقبلين على الزواج تفريج كربة سقيا الماء كفالة الأسر المحتاجة الأجهزة الكهربائية الرعاية الصحية رعاية طالب العلم الحقيبة المدرسية كسوة العيد إزالة الرمال عن الطريق إفطار صائم حفظ النعمة إصلاح ذات البين التدريب والتأهيل دعم الأسر المنتجة 10% لإنشاء أوقاف أخرى. بر العمر لا أجزي رضا كفيك إن دعتا أرى الدنيا بعينك لم تعد أربا وأم. شيخ المندي اسم تثق به 25 عاما من الخبرة بالأكلات الشعبية السعودية مطاعم وطنية 100%. مندي بالتنور من أجود اللحوم البلدية ذبائح نعيم بلدي دجاج طازج يوميا قسم خاص للولائم والحفلات الخارجية نعتز بخدمتكم خدمة التوصيل المجاني. مهما كانت ضخامة الحدث مهما كانت المناسبة هدفنا التميز وطموحنا فاق الخيال تنطلق الأضواء وتتعانق الألوان لتجسد إبداعنا وترسم ابتسامة الرضا والدهشة اهتمامنا بالتفاصيل وشغفنا بالتجديد هي أسرار نجاحنا في كل موقع واحتفال أبعاد عنوان الجمال صنعنا من الورد عطرا يليق بإحساسك سينس روز من التخيل للعود اسم تثق به. تابع آخر الأخبار ومقاطع الفيديو والصور الحصرية للمتسابقين من خلال تطبيق زد رصيدك. لتحميل التطبيق لعملاء موبايلي أرسل 13 إلى 60 3223. لعملاء STC أرسل 13 إلى 80 4799. لعملاء زين أرسل 13 إلى 70 6777. قيمة الخدمة 66 هللة يوميا. الآن سيف جاليري عروض نهاية العام خصومات حقيقية تصل حتى 50%. العديد والعديد من الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية بانتظاركم. زورونا وتمتعوا بالعروض والتخفيضات المميزة. 20 فرعا في خدمتكم في أنحاء المملكة. السيف جاليري نعتني بضيوفكم. يأتون فيدخلون البهجة إلى قلوبنا أطفالنا نسهر على رعايتهم ونريد لهم الأفضل على الدوام. بعد خطواتهم الأولى البعض منهم قد يواجه مشكلة فقدان الشهية. إكسيدا هو الحل الذي ينصح به الأطباء فهو يؤمن الفيتامينات اللازمة للنمو الجسدي والعقلي السليم. خلال أشهر تكون النتائج مذهلة. طفلك يتعبك بأكله. إكسيدا هو الحل. حينما تغرب شمس العاصمة الرياض تتلألأ أنوار جديدة بواجهة جذابة تعكس روعة التصميم وفن العمارة. أتينا لنلهمك لتكمل سيرة أحلامك. أعلى مستوى الرفاهية والأجنحة والغرف الفخمة، مأكولات شهية ومياه رست نقية، مساحات تناسب وتلبي جميع رغبات العملاء ورجال الأعمال.
لحظات الراحة والاستجمام بعيدا عن صخب الحياة. جاذبية تعد رمزا للترحاب والذي يتمتع بتراثه الرائع والبهاء الكامل. ريست نايت رمز الفخامة ونمط الحياة العصرية الفارهة. جاز هذاك مو بك ما هي بيدي يا اخي المركز ذاك شبوا فيه شباب لو كلنا قمنا سوا اقسم بالله دقيقتين خلصوا اوكي انا بقوم موبايلي يلا سوا موبايلي يلا جيبوا طق يلا شباب منو منو شغل السياره طع 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 يلا يلا شغل شغل السياره شغل السياره يلا شغل شغل يلا 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 احب الجمره احب ابو سيف الحلو انت يلا النشامه يلا النشامه يلا 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 عند المسجد عند المسجد في حطب هنا 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 شيلوا 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 عيال بالله شيلوا هذه امسك 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 بالمنادي عشان فيها الدسع خذ شيل بالمنادي اه خلص لا لا هاي زياد زياد كنا اثنين ثلاثة شيلوا معاك الحطب كبار تحرك ويروح البر تحرك مساعد مساعد هاي هاي بركب معك كم معك تكفى دقيقة 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 خل العتري هذا معك العتري يعرف يشيل نزلت الثوب اللي بقلمه مو غريب عليك جاكيت ها يا ابي انا كلي لك هو غير الجاكيت لك لك هو غير الجاكيت يا رجل هو غير الجاكيت دقيقة لا هذا ورا ريوس ليه طريب طريب بس بس خلاص ضبط ما في الا ذا الحطب بسم الله الرحمن والله كبير 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 ايش نسوي تعال 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 هنا شيل معي انتبه على يدك امسكها زين بسم الله بسم الله سوق 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 بسم الله بسم الله كذا امسك دركتهم باليد الثانية هان تروح صح؟ اي اتوقع ما في بطارية قلم لا الدبه كيف الله الدبه هاي عيال وين هذه حقت ما ما في شوفها زي ولا ناري يسوي قوي وين يعني روح غاز حقك ابو دين شوف عندك والله قاعد اتكلم اقطع وجهك من الشارع الحين ها سكت يلا يلا سم سكت قط قطع الكرتون قطع صغيره يعني بطريقه ما في كرتون واحده على على طريقه شرائح الجبن على طريقه شرائح الجبن تقطعها تقطع الكرتون على شرائح الجبن قطع على طريقه شرائح الجبن شرائح الجبن كذا خطا ايوه شرائح الجبن يا سلام واحد اثنين ثلاثه أربعة هذه الطريقة الأولى والطريقة الثالثة اللي قاعد استعملها معادي يا سلام بالتعليمات من توجيهاتي الله يحفظني ويحفظ الجميع ويحفظ العيال يلا يدكم عندكم يا عيال لازم ابي ويحفظ اخوي اللي بيتزوج بعد كم يوم وهي بيشيل طيب يا شباب لا 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 لا, لا قدم 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 حطب هذا شيء يزرعونه قدم صقعت الله يخسر يطلعونه من النفود فاذا طلعوا من النفود الى الشفون لانه يمكن غرقان في النفود يزرعونه ها يزرعونه يلا يا جماعة طيب ما يجيك كفه كسر نظراتك اشتغل اشتغل اشتغل
يلا تقطع الكتل على على طريقه شرائح الجبن. اخوي عبد ال احنا اللي نشوف النار بكراتين الدرويبي خاص الكرتون الدرويبي ما في لحى بالله. اذا سمعت اسمك مره ثانيه من لساني تجي ودك يا احد يا جيت ايش تبغى اصلح لا لا ايش تبغى لا لا اسمع 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 لا قلبي يا ترى في واحد مسك يدي من مرات في واحد مسك يدي ما رجع له الاسبوع انت ليش يا كذا كلام يا رجال يا كذا كلام خليك معي يلا يلا قطع لك شرح جبن يلا يا سلام يلا يا سلام اقول لك يا سلام عليك تفهمني ايوه خلاص فهمني طيب انت ما تقطع اذا مجازك هذا شرح الجبن اخوي معاذ الحين بشيل الحطب بطريقه مؤدبه وبطريقه بحيث انه الحطب لا يتجرح والله الحطب لا يتكسر بطريقه اخرى وش الزيت؟ ابو غربي حط الزيت بطريقه انا علمته اياها قبل تقريبا 16000 سنه علمته انه يحط الزيت على على الكراتين وبعدين يطلع السلامه يشبها بشباب الضوء اللي هو القداح الولاعه انت بس تشبه من طرف واحد انت خليك معي بس خليك معي تشبه من طرف واحد بس وتترك النار بحيث النار تمشي على على الزيت وعلى جميع انحاء اللي في النار او حول النار ماذا يفعل الزيت في النار الزيت طبعا خربها لا يؤخر انت بدب لا احطك الحين في مكان في مكان سليم مكان يؤخر الاشتعال كما كان يفعلون بالفوانيس طيب انت على فكره تقابل الاشتعال انت بعد شوي حياك الله حياك الله خلي شراري من القريه يا هلا والله سليمان العجلان اهلا اهلا تعريف يا شيخ حياكم الله يا هلا والله حياك الله يلا حيو مساكم بخير كيف حالك يا هلا يلا حيو كيف حالك يلا حسن طيب كيف حالك امورك طيبه جارتنا بارك حي الله حي الله الشراري كلهم المطران كلهم الله يحييك يا الله مساكم بخير امورك طيبه يا مرحبا يا هلا والله الله يحييك مساء مبارك الله يبارك فيك يا رب مبارك والله الله يبارك فيك كيف حالك والله يحييك مساكم بخير كيف حالك امورك طيبه طيب كلهم بخير الحمد لله على السلامه الله يسلمك يبارك فيك والله فعلا الحمد لله على السلامه فعلا واضح لان جيت وصلت هنا بصعوبة يعني وصلت قريب من هنا ثم رجعت للرياض مرة ثانية لا اي والله ثم رجعت يقول لي الجي بي اس هذا يقول باقي لك 15 كيلو لا باقي 15 دقيقة شوي كذا باقي يقول باقي 44 دقيقة لا حول ولا قوة الله وش روحني مرة ثانية السلام عليكم مساك الله بالخير هذا جمعية دوقة هذا جمعية دوقة يا هلا والله سهلا كيف حالكم عساكم بخير الله يحفظك يا راك ساكن خير اتفضل تبي ناشري ولا تبي نبي نروح يا هلا وسهلا يا هلا والله وسهلا يا نورتنا مرحبا هلا زياد الشهري سليمان عجلان حياك نعم والله يلا حيا عساكم بخير كيف امورك ما شاء الله كيف حالكم بخير. عساكم بخير الله يطول لي في عمرك شهري الباحه ولا تهامة لا الجنوب ابها والنماص تهامة تنومة كلها اللي فيها ايدي ما شاء الله يلا حيا حياكم الله يا هلا الله يطول لي في عمرك ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله ما شاء الله يا مرحبا الله يحييك طيبين كانك عماني ولا نعم يا هلا والله والله حي الله عمان ومن في عمان شرفنا نورتنا الله يحييك حياك الله يا هلا والله كيف حالك حبيبنا كيف حالك الله يطيب احوالك مساكم بخير من اليمن السعيد يا هلا ان شاء الله يكون سعيد مدى الحياه لا لا سعودي بس اتمنى لاهل اليمن ان شاء الله الحال الطيب اللهم الله يسلمك وبدي استاذ الله يعطيك العافيه ابوك عبد الله الجميري يلا حيه يا هلا والله والله كيف حالك سليمان عجلان ونعم الله صبتنا يلا حيه كيف حالك جمال صحتك سليمان عجلان يا هلا وسهلا كيف حالك يلا حيه امورك طيبه حياكم الله انا كنت في تبوك قبل كم يوم يا بعد راس على راسي والله يا شيخ هذا مليون كيف الحال؟ هلا بك هلا والله يا سامر يا سامر لي الشهيدة ولا ما مرحبا كلنا نكفي بس كلنا نكفي الله يحييك يا مرحبا عساكم بخير الله يحييكم يا مرحبا اهلا وسهلا يلا اهلا وسهلا حياكم الله كيف حالكم عساكم بخير شلونكم؟ اموركم طيبة ما شاء الله يلا حيهم نتفضل هنا ولا عند التميس؟ اللي تامر فيه كلا عبر التميس يا ولد انت بس اشر وابشر بس تميس تميس جبن اهلا وسهلا سوي ثلاثة أربعة اعطونا قهوة يا شباب تكفى ابو سعد يلا حياك الله يحييك كيف احوالكم عساكم بخير يلا حياك هلا والله اموركم طيبة الله يبارك يا شيخ كيف احوالكم يلا حيهم وشلون على عمان والله عساكم بخير الحمد لله يقولون عندكم رياح قبل كم يوم او امس او والله لا علم لنا مقطوعين مره وين اللي امس يكلم بالجوال بنخل هناك يجيك يجيك وين الشباب هذا الشباب يا عيال صار تتش مع ابوكات امس الله يسلمك نعم يبغى لك نفزع مع راجع لكن اخذنا من الخصم شوي فقلنا خلك ما شفت هذا تولع افضل من تاخذ برايم تاخذ من عقرب واين راجع امس توطى ابو وكاتم ب 600 ريال خصم لكن الحمد لله اموره طيبه بالشركه الامور زينه ان شاء الله يا سهله 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 ان شاء الله انا ذكرني الموقف اللي امس ذكرني الواحد
حينما بدأت تأتي السيارات اللي فيها كاميرات خلفية. إيه. إيه نعم. فواحد راكب مع سيارة مثل هذه فاستأذن منه قال أروح أقضي حاجتي خلف السيارة. حاجتي خلف السيارة. يوم خلص وجاء يولع له الريوس. قال عساك ما شفت شيء. قال لا ما شفت شيء بس مرة ثانية احذر خلفيات السيارة مع التومان. شو ضفتنا ونورتنا إن شاء الله. كنت بتبوك يا شيخ؟ متى كنت بتبوك؟ كنت بتبوك قبل الله جالك أول من 10 أيام. كيف تبوك؟ رحمة تبوك رائعة ما شاء الله. تبوك ولا حق الأم لوجوز؟ لا 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 كنت في تبوك نفسها. السلام عليكم. كنت في تبوك نفسها. والله على الخير. أخبارك خضيري؟ شلونك؟ خضيري عساك طيب شباب والله ما لا سبتنا عساك شلونك؟ عساك بخير شخبارك؟ الله يحفظك. عساك طيب شلونكم؟ عساك طيبين وحال الأحوال؟ شخبارك؟ تمام؟ لا أنا كنت في تبوك. انا باعتبار انا عملي محامي ما شاء الله. فاروح لم هناك تبوك وغير تبوك لكن تبوك نحبها لان جوها جميل ما شاء الله. جو تبوك والله جميلين والله جميلين الا واحد. ها اسمع يا شيخ من الواحد ما 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 لا ما ادري نذكر اسمه ما دافع عني شيء ابدا. وكلني بس على المقدم وكلني على المقدم وانا قاعد اخذك والله قال هذا اللي حبنا ذاك تحاميه ما شاء الله كل شيء ما في مقدم خلاص لا كل أبا عليك والله كلنا لك يا شيخ ابو تميم والله ونعم هذا الشيخ الدكتور أبو جمس سليمان بن عجلان العجلان ونعم بن عجلان كلهم محامي ومستشار ما شاء الله تبارك وش يصير لك العجلان نعرفهم سم العجلان وش يصيرون لك من العجلان هالي وعجلان ثاني مو بهالي لا اي راعين محلات العجلان محلات الشمر يعني اي والله يا اخي خاف اقول لك يقربوا لي تقول لي عطني شماغ لا والله انا اقول لك ممكن اقول لك شيء ثاني علمك بيني وبينك ما ادري والله لكن على كل حال ونعمل بالجماعه لكن كقرابه ليس بيننا قرابه احنا من بني تميم واتوقع والله ما ادري اتوقع انهم عنزه شافوا اسماء لا فيه العجلان كثر يعني العجلان فيه تميم وعنزه وفيه حروب حتى العجلان صدقت اي نعم الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن عجلان لمكه اي نعم هذا عنزه من النزم عيون الجو بيننا وبينهم نسب الله يمسك بالخير البطاقه التعريفيه للشيخ سليمان بعد ما عبد الكريم الحربي مدينه يا هلا والله وسهلا طيبه اهلا وسهلا اللي يذهب الى طيبه يكون قلبه في سكينه اي نعم بس البطاقه التعريفيه من عندي ولا من عندك يا شيخ تبي تسمعونا اقول البطاقه الجمركيه ولا البطاقه الشخصيه شخصيه وقت قهوه تروق وحيها الله هذا معي فنجان ابد هذا هو هذا فنجان كيف يا شيخ اشتري فنجانك ابو مبارك بس الله يعافيك والله انه شر والله انت اخذ واحد ثاني على كل حال اخوكم سليمان بن عجلان العجلان ونعم بالله عليك العمل محامي ومستشار صاحب مكتب العجلان للمحاماة ما شاء الله المؤهل دكتوراه بالفقه الاسلامي ما شاء الله تبارك الله الاصل من القصيم والإقامة بالرياض تحديد القصيم سم تحديد تحديدا بريدة سلام تحديدا بريدة الله يحفظكم يا رب جزاكم الله خير هذا هو أنا طبعا متزوج وعندي مجموعة ما شاء الله من الأولاد أكبرهم تميم وأصغرهم العز والذي قبل العز اسمه تيم تزعل أم تيم تقول ورات عد عيال هذه واجب وصلحهم يا رب وكذلك حكيم وأما البنات فما بقينا اسماء نخاف تخطبونها الله يخليهم لك يا رب تربون بعزة آمين يا رب العالمين الله يحييك يا شيخ عاد ودي نتعرف عليكم الشباب أنا مخلد مبارك الشراري من محافظة القريات يا هلا والله الله يحييك يا عبد سلمان فهد الباهلي من القصيم الرص سعود فهد مطيلي من المذنب القصيم حولكم ما يعني بلدية كلكم بلديات يعني الله الله ما شاء الله لا انت ابو حسام لا انت خيل عودي قدامك اخي دايم ناصر دايم خباط اي والله فراشه ما شاء الله تخيل ما قصر الله يعطيهم العافيه جزاهم خير انت ابو تبي نشري ولا هديه؟ لا نهديك ونطيبك يهدي قلبك ونعافيه ناصر الله يهديك سامي الغالي سلمك هذا عطر المعازيم مخلط المعازيم من افضل مخلطات الدخيل للعود ما شاء الله ما شاء الله المعازيم اي والله يستاهل ابو عزام ما شاء الله شاهد الأسبوع عزام تخيل القصيم لا يتخيل شيء من الدرع يا شيخ ما والنعم والله عليك جودة والنعم
ما كملنا التعارف. استكملت تعريف ابو غربي. سعود غربي العنزي من الخارج. من الخارج؟ الله يرحمه. ورا ما صرت شرقي، شرقي ترى اقرب من غربي. لا مغربين بالخارج واصلا الشمال. ما شاء الله حبيبي الله يسلمك. معاذ ابراهيم الجماز. والنعم والله. من اهالي منطقة شقرة. والنعم. شقرة. اي نعم. مستقر في تبوك. ما شاء الله، مستقر في تبوك؟ اي نعم. العمل وعمل الوالد والجامعة. ما شاء الله تبارك الله. عرش جميل ان شاء الله. زياد بن سعد الشهري. والنعم من الجنوب. والنعم. مستقر ومقيم في الرياض. والنعم والله. خالد بن حامد الشهري. من النماص مستقر في ابها. ما شاء الله تبارك الله. ما بينكم تقارب؟ يعني في القبيله في نفس كلهم في جد واحد. لكن الشهر كلهم مرجعهم واحد. الشهري. الشهري. اسمها شهري كذا. مرجعنا تامه النماص تنومه. لكن قصدي القبيله واحده. ايه ايه بس تتفرع الفخوذ. ايه نعم. والله النعم شيخ. والله النعم. من القصيم بريده. ما شاء الله. عبد الرحمن محمد خضيري. وش اقرب لك الدكتور محمد خضيري؟ ولد عمي. والنعم والله. ترى مدرسني. دكتور محمد. مدرسني تفسير. جامعة الإمام. الله الله. اي نعم مدرسني تفسير نعم. درسني ودرس ولدي. اي ما شاء الله. ترى هو الكبير مو بنا. والله ما ينبه ما شاء الله تبارك الله. ايوه الشيخ ولدك محمد بن خالد الوهيبي. والنعم من عمان محافظة مسقط ولاية قريات. الوهيبي كثير ترى بالسعودية هنا. عائلة كثيرة جدا الشيخ. عبد الله اخوك عبد الله خالد الجميري الاصل من النماص لكن مستقر في المدينة المنورة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والنعم والله بالجميع. والنعم فيك يا شيخ. الله يحييك يا شيخ. حياكم الله واهلا وسهلا وحياني الله بينكم ايضا. حبيبي والله. نسال الناس الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسلامة والفلاح والنجاح. يا بعد راسي. على كل حال تحبون اسولف معكم انا ولا تسولفوا معي انتم ولا؟ الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. بس خطب احنا معك. سلمناك الله بعدين. عندي اسئله بخصوص المحاماه يا شباب او بخصوص قضايا. انا والله عندي اسئله واجد وعندي قضايا. لا يسأل أبو عزام تواجد. لا يسأل. تبغاني أطرح قضية؟ لا 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 خافكم تخصص الدكتور. لا لا أطرح قضية. ليش لا أطرح قضية؟ شوف شوف إن كان عندك أسئلة استشارات لك أنت فلا بد أنك تدفع قيمة الاستشارة. إيه ما تلعب علينا. ما علمونا القناة قالوا إنه ضيف ما قالوا إنه بيعمل معانا ويأخذ فلوس. لا لا لازم تدفع قيمة الاستشارة. خلاص بنوزع احنا على الشباب. تميس تميس خاصة اللي أمس يكلم بأن خل هذا رايحين عليه 600 فأنا بنعطيه 600. أعطيك خبز التميس. الله يغفر لك. لا طبيعة عملك. أنا طبيعة عملي بالمحاماة، أنا محامي وصاحب مكتب محاماة. يعني أي واحد عنده قضية عنده مثلا مشكلة بالمحكمة أو يعني في نزاع مع شخص ثاني ممكن أنه ياخذ حقه عن طريقي. ما عن طريق المحامي عموما ليس عن طريقي أنا. إي أقصد عن طريقك كمحامي. إي نعم لما أقول عن طريقي بيقول أنت تسوق ال لا 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 عن طريق بحكم عملك يعني. إي هو ليس بالضرورة أن يكون عن طريق محامي. يعني هناك أحيانا يكون هناك شخص وكيل لكنه قد يفوق بعض المحامين في الخبرة وفي العلم وفي المعرفة. اي نعم لانه غالبا تنبني المحاماة على الخبرة وكل مهنة لازم يكون لها خبرة. يعني انا لو جيت الواحد الان لا يعرف السباحة نهائيا واعطيته كتاب من 1000 صفحة كله تعليم السباحة قلت له اقرأ هذا الكتاب 5 مرات من اوله الى اخره ثم من بعد ما يقرأه 5 مرات نروح نحالته بركة يقدر يسبح؟ لا ما يقدر. ما يقدر يسبح حبيبي غرق. طيب واللي قرأت الصفحة 5 مرات ما استفد منها شيء أبدا. أنا عندي سؤال مهم يعني بس بق أخويا شوي. ناس كثير يعني تحسب المحاماة أنه مشكلة وقضية ومدري إيش. أول شيء المحاماة وش المحاماة؟ وش طبيعة عمل المحاماة؟ نعم. المحامي كيف يتخرج؟ يعني أنا درست في الحديث درست في مدري إيش درست في يعني إيش تخصص اللي يتخرج محامي؟ دقيقة. إيش الفرق بينه وبين القاضي؟ نعم نعم. يعني يا ريت توضحنا تبدأنا بس بور الطريق لما نصف الطريق نعطيك بعض الأسئلة الثانية. لكن بشكل عام وش المحاماة يعني؟ يعني المحاماة أصلاً المحاماة هي وكيل. الحقيقة هي الوكيل. واجعل لي وزيرا من أهلي هذا في كتاب الله جل وعلا. فالمحاماة هي الوكيل. أنت توكل شخص يعتبر سميت عرفا بالمحاماة. وإلا الأصل هي وكيل. ولذلك الآن الهند وباكستان وبنغلاديش وبعض الدول القريبة من هذه يسمونه وكيل. إلى الآن يسمونه وكيل تماما. المحامي اسمه وكيل عندهم. فتعرف عليها الناس الآن في هذا الزمان بأنه يسمى محامي.
ويسمى تسمية أخرى. اسم من وضع البشر يعني. رحيم. أي من وضع البشر، محامي من وضع البشر. رحيم. عليكم السلام. عليك يا عبد الواحد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. حياك الله. بالجبن يا عبد الواحد. هذا بالبسكوت ولا وش بالسمن؟ بالجبن. في بالسكر وبالجبن. الله بيض الله وجهك. ما شاء الله تبارك الله. تسلم يا شيخ. ما شاء الله. فأنا أقول يا الله يحييك. هذا وجهك. الله يحييك. هذا راجل. يا أخي. أسأل عنك. يلا حيه. اللي تكلمهم امس ما قال لك تراك مكسوف. مكسوف وشو يعني؟ مكسوف مكسوف يعني عارفينك. مكسوف انه طلع على الهواء عندهم. انت كيف حالك؟ انت بعيد يا الله حيه. يا مرحبا يا مرحبا. لا رب يعطيك الستر. والله يا مرحبا. والله انك ابيض وجه. انا عجلان. انا برفع قضيه على الاعداد. يلا حارثي. والنعم والله. يا الله حيه. جيب الله حيه. جيب الله حيه. يا شيخ ابرفع قضيه على اعداد. تعال هنا يا شيخ. اعداد القناه. نطلب اغراض منهم بألف بألفين. خل عقلي. لا طلعت مو بالحين. نطلب منهم اغراض بألف بألفين يجيبونها. طالب الولع منهم ولع خمسة ريال صار لي شهر ما جابوها الحين. يا رب توافر معنا. ذبحونا يا رجل. والله غير نحاش. انا نجيب هذه ابي ولا شيء. حصل بينها فرق. ماشي. والله دور من الله انا. فاقول بالنسبه للمحامي هو يعتبر وكيل، لكن المشكله عندنا انه يفهم المحامي على انه وكيل يجب ان ينصر موكله باي طريقه. يا سلام. اي هذا مفهوم خاطئ يعني حد خاطئ حتى يستخدم هذا المفهوم. قد يكون بعض المحامين يستخدم هذا المفهوم، قد يكون بعض الوكلاء. انا اقول ما اقول المحامي انه منزه، لا، كما ان هناك اشخاص في كثير من الفنون غير منزهين وغير صادقين، كذلك المحامي قد يكون فيهم في المحامين اشخاص شاذين. فالبعض من المحامين يريد ان ينصر موكله باي طريقه كانت، وفي هذه حقيقه هذا عشان الفلوس والمال. اي هو حقيقه هذا الامر هو ظلم الموكل. ولذلك انا اقول دائما لا تظن انك اذا حكم لك القاضي ان الحق اصبح لك، فانه قد يحكم لك القاضي ولكن يوم القيامة سيأخذ هذا الحق منك وأخذا شديدا، ليس بالسهل. اي نعم. فأنا أقول يجب على المحامي أيضا أن يكون أول نقطة يتولاها المحامي هي النصح. أين هي النصح تماما؟ يعني بعض الناس مباشرة يأتي له الخصم أو الموكل العميل مباشرة، وكلني وأنا سأبدأ بالموضوع. لا، هناك أحيانا بعض القضايا يسعى فيها الإنسان إلى الصلح، هل يمكن تنتهي بغير قضاء أم لا؟ وخاصة أنه إذا تولينا الطريق غير القضاء فإن قد تنتهي بأيسر ما يكون. القضاء قد يجلس سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات. يعني أنا عندي قضية من عام 1429 انتهت يوم تقريبا الثلاثة الماضي، يعني لا من 29 ليوم الثلاثة الماضي، وانتهت بأبسط ما يكون. فأنا أقول يجب على المحامي دائما والوكيل بشكل عام أن يكون ناصح لموكله. أحيانا يرى بعض الخلل يقول له لا، هذه إشكالية يجب عليك أن تتقي الله فيها. أو أحيانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسلم على بس الشيخ فارس القحطاني ورحمة الله. كيف الحال؟ الجنوب. هذا عمنا فارس القحطاني شيخ رابر الشهراني. الله انك معروف. يا معكم الله يحفظك. من عام 1429 الى الثلاثة الماضي. دراسة يا شيخ. صوت البال ما شاء الله. دراستي انا دراسة في الجامعة. ايش المسار؟ لا، المسار التخصص اللي يعطى فيه تصريح هو عندنا القانون من جامعة الملك سعود، وكذلك الشريعة. حلو. الشريعة اللي الفقه. حلو. اين بعض الناس يدرس أصول ولا لا يعرف. يدرس أصول ثم إذا تخرج راح يبحث عن محاماة. عشان كذا أنا سألتك. أي انتهى الأمر. ولذلك أنا أتمنى أي شخص طالب يتخرج من الثانوي أنه يشوف وش تخصصه وش اللي هو يبي ويذهب يسأل. ما في مانع أنه يسأل حتى لو كان في ثالث ثانوي، يبحث عن هذا التخصص اللي لديه فيه ميول. أحيانا يكون تخصص عنده ميول لهذا التخصص ولكن التخصص فيه صعوبات قد لا يدركها الشخص هذا. فيحسم بالطالب أنه مجرد ما يكون ثالث ثانوي يبدأ في هذه المرحلة يبحث في التخصص اللي لديه فيه ميول. يعني أضرب لك مثال، لو كان هذا التخصص مثلا فيه كيمياء، قد بعض الناس ممتاز ولكنه ما فتح الله عليه جل وعلا بالكيمياء، فهذا التخصص اللي فيه كيمياء لا يمكن يناسب له لأنه سيكون حجر عثرة. يعني المحامي خريج ثلاث كليات؟ لا، تخصصه قانون قانون أو شريعة. قانون أو شريعة فقط بس.
فقط على يعني القاضي الآن عندنا القاضي فقط شريعة ممتاز. لا يمكن يعين قاضي إلا إذا كان شريعة فكذلك المحامي الآن يتوسع المحامي عن القاضي بالقانون أما الشريعة فالمحامي والقاضي كلاهما سواء طبعا من الأشياء المهمة في هذا أن اللي تخصص الشريعة يستطيع أنه يصل إلى المسائل القانونية النظامية بسهولة يعني لما نتكلم مثلا عن مثلا نظام الشيكات أنت خريج شريعة نظام الشيكات سهل أنك تصل إليه مباشرة تفتح نظام الشيكات وتصل إليه في المادة كذا والمادة كذا وينتهي الموضوع أي نعم لكن مشكل لما يأتي شخص متخرج من القانون وعنده قضية غالبة في الشريعة غالبا في الامور المسائل الشرعيه في مشكله هذه مشكله يواجهها حتى احد المحامين قابلني قبل كم يوم يقول انا اواجه مشكله في المسائل الشرعيه لان عندك احيانا احاديث منسوخه ايات منسوخه ايات مثلا احاديث عامه وما اشبه ذلك يبني عليها قد يبني عليها باشياء خاطئه فاذا وقف امام القاضي يقول شغله كله غلط شغله كله غلط فانا اقول الشريعه يستطيع ان يصل للقانون بسهوله اما القانوني فيصعب عليه ان يصل الى الشريعه مهمة المحامي أمام القاضي هو يسمى الآن المحامي يسمى بالقضاء الواقف المحامي يسمى بالقضاء الواقف أي أن نفس المهمة اللي يتولاها القاضي يتولاها المحامي يعني يجب عليه أن يبرئ الذمة كما أن القاضي الآن يجب عليه أن يبرئ الذمة كذلك المحامي يجب عليه أن يبرئ الذمة ولا يسعى ولذلك أنا أقول لحد بعض الأخوان أقول والله لو كان عندي مستند يثبت أن الحق لك أنت وهذا المستند بين يدي لا تعلم عنه أنت نهائيا لا انسحبت عن هذه الدعوة كاملة ومن فضل الله جل وعلا أن واضع نظام المحاماة تنبه لهذه المسألة فأعطى المحامي الحق بأنه ينسحب عن الدعوة متى ما رأى أن موكله غير مصيب ما له حق ما له حق يعني بعضهم أحيانا ولذلك أحيانا يقال إذا أتاك الشخص مفقوع عينه انتظر يمكن الثاني مفقوع عينه سنتين كاملة لذلك أحيانا يأتيك شخص ويتباكى وهو يحاول يصور لك أن الحق له وأقوى حجة أي نعم باللسان وربني بكر سبقني واشتكى سبقني واشتكى وأذكر حصلت لي أنا قضية مثل هذه تماما تولت قضية وأتى المحامي من خارج الرياض محامي الخصم المدعي محامي المدعي أتى من خارج الرياض فلما جلسنا أمام القاضي وأول جلسة تماماً أبرزت مخالصة بين موكلي وموكل المحامي الثاني فأسقط بيده قال يعني هل يمكن يدلسون علي قلت هذا الأمر اللي حاصل تأخذ من المخالصة هذه الصورة وأطلع موكلك عليها يعني طيب موكله هل يتوقع أن هذا الشخص لن يصل إلى الحقيقة يعني في القضاء القاضي يعطيك مهلة بأنك ترد على هذه الدعوة وترد على أي مذكرة وتأكد منها بل بإمكانك أيضا تطلب من القاضي أن يخاطب بعض الجهات الرسمية حتى يتأكدوا من بعض المستندات وبعض البينات التي قدمتها أنت أهم شيء في الأخير الحق يرجع لأصحابه هو الأصل أنه في الحق يرجع لأصحابه لكن هناك مشكلة نواجهها أحيانا بسبب فهم بعض الآخرين بسبب الفهم يعني أحيانا يكون يقول صاحب الحق يقول الحق لي أنا ومع ذلك القاضي حكم ضدي وهو يعرف والحق فعلا له يقول الحق لي أنا ولكن القاضي حكم ضدي إذن القاضي ظالم يعني نقول هنا هل لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال قاضيان قد لا قد يكون أحدكم ألحم بحجته من الآخر قد يكون أحدكم ألحم بحجته من الآخر فلذلك توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع له شيئا من حق غيره توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فحينما يكون هذا عنده إمكانية الإبانة وإمكانية أحيانا يكون بيني وبينك مثل مبايعات أو أخذ عطاء ما بيني وبينك مستندات أحيانا وبالذات مجتمعنا حنا غالبا يبني على الثقة أي نعم وهذا غلط يعني أنا أذكر أحد الأشخاص عنده مزاد فجاء أشخاص قالوا نبي نشتري المزاد قبل المزاد قبل الإعلان أي قبل يبدأ المزاد نبي نشتري هذا المزاد منك كاملا فجاء لمي قال لي سولي عقد بيني وبين اللي بيشترون المزاد فسويت له العقد أنا فلما سويت له العقد رأى العقد قال العقد قوي جدا وذولا كلهم تراهم أصدقائي وعملاء معي بسيط يعني أي وأنا وياهم دائما بالمزاد نجتمع يوميا المغرب نجتمع مع بعض فكيف بروح لأصحابي وأقول لهم وقعوا هذا العقد قلت
يا أخي الكريم لا تتعامل مع هؤلاء مع أي طرف إن كان، لا تتعامل معه بالعقد اللي بينك وبينه، تعامل معه بالود بالحب بالأخلاقك بالأريحية بالتسامح كل شيء تعامل معه، لكن إذا احتجت العقد فأنت طبق العقد. وفعلا وقعوا العقد وبدأ المزاد ثلاثة أيام من أيام المزاد ثلاثة أيام، فلما انتهى المزاد وإذا بهم خسرانين ثانين اللي اشتروا منه لما انتهى المزاد وجدوا أنهم خسرانين، فحاولوا يرجعون إلى الرجل هذا، فقال لي بيني وبينك ما العقد يا ابن الحلال، قال أبدا بيني وبينك ما العقد. ولذلك أنا أقول العقد يثبت حقوق والعقد يحمي، وليس هو قوة تتعامل فيها مع الآخرين، إنما متى ما احتجت هذا العقد ترجع لصاحب الحق. أي ترجع لصاحب الحق. ولذلك مهم جدا أن يكون الإنسان دائما يرجع إلى التخصص خاصة في العقود. أنا أذكر أن أحد الأشخاص جاب لي عقد بينه وبين شخص حصلت بينهم مشكلة، فلما رأيت ولا بعض البنود تناقض بنود أخرى، يعني بنود أتت في النهاية ألغت تماما أبطلت بنود في صدر هذا العقد. ولماذا؟ لأن العقد مهلهل. قبل كم يوم واحد أرسل لي عقد من مصر بالواتس، قال لي ودي تراجع لي العقد هذا لأنه حاصل بيني وبين مشكلة بين الطرف الثاني، يعني مشتغلينه. فرأيت وأنا قلت من اللي دفع رأس المال له؟ قالوا فلان اللي دفع رأس المال. قلت لا، العقد يثبت مرة أنت اللي دفع رأس المال ومرة فلان اللي دفع رأس المال. فكيف بعض الكلام الحين تغير ينقلب؟ طيب شيخ أطرح لك قضية بسيطة. كويس إنك الحين أنا التقيت وكنت متخصص في الشريعة ومتخصص في المحاماة. سم حبيبي. قضية بسيطة. سم. أنا سويت لي منتج شخصي لي ولاقى صدى زين، وعلى طول توجهت لمدينة الملك عبد العزيز العمر التقنية أخذت فيه احتكار تصميم براءة اختراع، ومن المكتب السعودي براءة اختراع، يعني براءة اختراع مكتوب شهادة براءة اختراع. فالمنتج هذا أخذ من يمكن 4 إلى 5 شركات كبيرة. بدك ترجع شوي؟ بدون طبعا بدون ذكر أسماء. لا لكن أخذوه منك أنت؟ لا مبربة. يعني في واحد أحد الشركات جيت عندهم وعرضت عليهم المنتج زين، رحبوا قالوا بالعكس، وشافوا الإصداء على اليوتيوب وإصداءه فقالوا بالعكس شيء جميل وكذا، لدرجة هم اللي قالوا حاول انك تاخذ فيه شهادة، يعني كانوا متعاونين معي، بس بعد اسبوع خلنا نشوف مجلس الادارة كذا ورد لك هذا. سحبوا علي وخذوا المنتج ونزلوا احد القنوات، الله اعلم وين، يمكن مكانكم، نزلوا احد القنوات ونزلوا بهذا ولا صار. يوم جيت على جواجاتهم قال لا هذا هو عندنا من زمان. الان بسأل، طبعا قدمت انا اشتكيت واحده من الشركات بس عن طريق محامي، واحده من الشركات فقط عن طريق محامي، فطلعت الشركه ذي انهم قايلين انه عندنا براءه اختراع قبلك، كان قبلي والله ما ادري كم 8 أو 9 ايام ماني عارف بالضبط كم، قالوا قبلك. فهم ردهم علينا انه هذا عندنا موجود فيها براءه اختراع، ووجهوا تساؤل المدينة الملك العزيز العمود التقنية، قال كيف تعطون شخص براءة اختراع واحنا ماخذين قبله؟ نرجع هنا لفيصل، الحين نبغى القضية الشرعية. طبعا انا اجزم واحلف، يمكن اخويا بعضهم يعرفون اللي يمكن برا يعرفون اكثر، انه المنتج هذا ما اخذت فكرته من اي شخص ولا سمعت فيه من قبل، انا اول من سويته. الاثبات الالكتروني ما ادري عاد هل هو يقضى بها وما يقضى، الاثبات الالكتروني لم يسبق له لا شهادتهم ولا غيرها. يعني بعد الإثبات الإلكتروني كان مقطع يوتيوب، بعد بثمان أيام كانت شهادتهم، فواضح إنهم شافوا الأصداء وعلى طول راحوا ولفوا من هذا. السؤال، هل أقدر أقاضيهم إلكترونيا أو شرعيا؟ يعني أطلب منهم حلف يمين أو ما لها شغل في المحاماة أو شو؟ لا أنت لا تطلب منهم حلف يمين. أنا بتكلم عن نقطتين علشان نستفيد حنا ويستفيد أيضا المشاهد. هنا النقطة الأولى، مثل هذه القضايا اللي تريد أن تتكلم عنها مع أي شركة أو تاجر أو نحو ذلك، ينبغي قبل أن تفصح عن ما لديك، وخاصة إذا كان ما لديك هو من احتكارك أنت ومن إنتاجك أنت. سلمك الله بالشوكولاتة. هذا خبز بالشوكولاتة والله. هذا خلاص كيف هذا التكنولوجيا يا شيخ. اجي وين ام العيال ما تصلح شوكولاته؟ ما تصلح خبز بالشوكولاته؟ لا هذا عندنا بس معنا اسبوع يا شيخ. بس سلم شوكولاته عزابيه هذا بس. اسكن عندك اسبوع؟ وحده تقسم تسمين. انسان عندك تسمين؟ والله ما في تسمين. تقسم اسلم يا شيخ. اقول لك
المهم في هذه النقطة إذا كان الإنسان سيطرح منتج عنده منتج جديد لم يكن بالسوق من قبل يجب أن يكون عنده قبل أن يفصح عن المنتج أن يكون هناك مذكرة تفاهم بينه وبين الطرف الثاني. المذكرة التفاهم هذه توقع وبالتاريخ هذا ثم يفصح عما لديه. مذكرة التفاهم اللي تحفظ حقك لو حصل في أي تلاعب. يعني المفروض الشركة هذه جيتهم أول شركة جيتهم أقول لهم أسوي بينهم مذكرة تفاهم وأقول وقعوا أني بعطيكم شغلة بعدين أعطيهم الشغلة ذي. نعم لا الشغلة ما كنت أعرف السالفة عاد هذه عدم وجعك المحامة. المسألة الثانية أنه أنت الآن مدام عندك الآن يعتبر توثيق وجود هذا المقطع اللي أنت مسجله يعتبر توثيق لمنتج كنت الآن فمدام عندك هذا المنتج هذا التوثيق بالمقطع اللي عندك تاريخه سابق لتاريخ لتاريخ براءة الاختراع المتعلقة بالشركة فهنا ما يحتاج أن تطلب يمين. بعض الناس لا تجره أنت إلى المخرج تقول تعال احلف يمين وكحالف يمين مباشرة فأنت كأنك تفتح له نافذة يخرج منها. يا سلام حرام يحلف قال جاك الفرج جاك الفرج ممتاز. فبعض الناس قد لا يكون عنده شيء خوف من الله وبعض الناس قد يتساهل في مسألة اليمين مع أن اليمين الغموس أمرها ليست هينة تمحق البركة شفت. فأنا أقول هنا مدام عندك هذا التوثيق هذا جميل جدا ولعل المحامي يستعين بهذا التوثيق في هذا المقطع. والله المحامي آخر شيء قال لي أنه خلاص ما لك حجة. طبعا هذا محامي رقم 4 كانوا هم يجون المحامي يجين المحامي يقول قضيتك واضحة وشهادتك واضحة وشغلت ومنتج وانت صاحب المنتج ذا. طبعا الحين بما أنك قلت أنا ثابت إلكترونيا المنتج اللي تشوفه بعينك الآن كان يضحك علي فيه. نعم هو اللي هو الثوب هذا. نعم ثوب الفرو. نعم كان يضحك علي وراعي بالريان وكذا فسويت ابتكارة تصميم بسيط كان يضحك علي فجأة طب السوق ضرب. الآن يمكن ما في أحد يسمع أو يشاهد إلا يعرف الثوب الفرو. 4 أو 5 شركات كبرى ماخذين المبتكر هذا غير الخياطين غير حقق مبيعات أكثر من 50 مليون بشهادة أصحابها حقق مبيعات هائلة أخذت منها 0 مكعب أنا. فبما أنك الحين قلت لي أنه الإثبات الإلكتروني يدل أنا أفصحت عن المنتج طبعا أنا يوم جيت الشركة ما لو كنت تعرف ان المنتج بالطريقه ذي رحت وسويت شهاده واتفقت مع شركه بعدين نزلت المنتج انا مسوي لي شخصي. نعم فجاه تناقل من عندي في المدرسه فجاه تناقل تبوك من برا تبوك طنيا صار كذي طلبيات بل ان العام بيع منه ياخذوه من الشركات ذي يباع منه في سوق سوداء ما انا اشوف شيء عادي يعني مو شيء بس كتب له قبول على قولتهم المنتج ذا. نعم ابو عزام بلوشي. ايوه انا بلوشي لكن الآن وش تنصحني وش الطريقة اللي أسويها؟ زين المحامي رفع دعواك رفع دعوة وسكر لجنة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يسمونها حق التفصل أو ما أدري وشو وجان رد من عندهم طويل قريت الرد أنا كذا 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 طبعا رد الشركة نفسها على أنه إحنا عندنا من تاريخ أنا نزلت المقطع تقريبا تاريخ 22 هم طلعوا الشهادة بتاريخ 28 أو شوف السرعة ذي يعني أنا طولت لما طلعت الشهادة بعدين وجهوا سؤال مديرية الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حلو انه يا مديرية الملك عبد العزيز كيف تعطون شخص قبلنا هل هم ماخذين قبلي انا اخذ قبلهم هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى انا تقدر تسوي منه ولا منه انا وش راح اسوي بعد ما اطلع من البرنامج عندي خطوتين اني اشوف لي محامي مثلك وشرواك او اي محامي كويس اذا قبلت الدعوة قبلت ما قبلت راح اسوي قضية تشهير لاني صاحب حق تشهير وبل أقول بالشغلات اللي رحت اجتمعت معاهم وفلان 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 إذا أنا موجود في الحياة أنا ما راح أسامحهم وراح أسامح أي شخص يأخذ الابتكار ذا إذا توفيت الله يسامحهم لأن الجنة تكفينا كلنا بس إذا دامني موجود راح أطالب. لا أنا أقول أنا بنصحك نصيحة تفضل أرفع دعواك على مظالم لا قصدي على التقنية على إيش مدينة الملك عبد العزيز. طيب ارفع دعواك ضد مدينة الملك عبد العزيز. مين ارفع على مين؟ ارفعها في المحكمة الإدارية. في المحكمة الإدارية؟ اي ضد مدينة الملك عبد العزيز. هم اعطوها البراءة. اي نعم. حبيبي. ارفع عليها بأن هذا المنتج وتثبت أن هذا المنتج عندك من قبل ما تاخذ الشركة هذه الابتكار هذا. يا سلام. اي نعم.
ارفعها على اساس القاضي يجبرهم على سحب الابتكار من الشركه. هل ممكن يقدر يسحبه؟ اي يسحب. نعم. اذا ثبت انك انت سابق لهذا اشرب القهوه ولا الشاي الحين؟ اللي تامر فيه اللي تالي ودك فيه. لا اشرب القهوه لا انا كنت سكر حلاك زايد فاشرب قهوه عشان يصير في توازن. الحين وين الخباز؟ اخذ قضيتي بكم يا وين الخباز الان؟ وين الخباز؟ انا الحين موجود هذا انا الحين برفع عليه قضيه. انا الحين معزوم ووسخت ثوبي فما لا بسهالات بسيط. لا انا يعني ارفع قضيه على مدينه المكتب. انا ان جيت عندي فانا اقولها الان قدام الاخوان. انا اتساعد معك في الكتابه اما لا ما استلم قضيتك. ليش؟ انا فكريه يعني؟ لا مو قضيه فكريه. انا جيت هنا عشان اسولف انا وياكم وليس عشان اخذ قضايا. لكني انا اساعدك قدام الاخوان يشهدون علي. اساعدك مجاني. كفو الله وجهك. الله يبيك ابدا. اساعدك مجاني بالكتابه مو تروح معك هنا ولا هنا. بالكتاب. انا ابغى بس شخص يوجهني يقول رح كذا ورح كذا ورح كذا ورح كذا. يعني انا رجال والله ما عندي الفهم لك عليه شوي. لا فيك الخير وبركه. بس اني فيني ميزه اني ما اذل. يعني انا ابغى اطلع اقول فلان هذا كذاب وفلان هذا كذاب وفلان هذا نصاب. هذا في نهايه الامر. فيك الخير وبركه وفكرك ما شاء الله ممتاز وفهمك رائع جدا. بس انا ابي ثوب مثل هذا عشان ازكيك بعدين. من هذه قبل هذه. البس ثوب الجلسه يا شيخ. انا عن القضايا الحين محامين هل اي قضيه ممكن تدخل فيها لو كان مبلغها عالي؟ من 50 ممكن ادخل فيها لو كان مبلغها عالي؟ لا انا عندي بغض النظر عن المبلغ عالي انا عندي منهج. يعني بعض المحامين جزاهم الله خير متخصص حبيبي يقول انا ما امسك القضايا مثلا اللي بدون المظالم، ما امسك القضايا الاسريه مثلا، ما امسك كذا كذا. لا انا ما عندي تخصص. انا عندي قضيتين امسكها. القضيه الاولى ان يكون صاحب الدعوه له حق. يكون صاحب الدعوة له حق. القضية الثانية أن يكون الشخص هذا اللي جاء لمي مظلوم. يا سلام. يحتاج أن يرفع عنه الظلم. يحتاج أن يرفع عنه الظلم فأسأل يرفع الظلم عنه. لكن يأتيني واحد يعني مثلا ممسوك مخدرات. هذا اللي كنت بقوله. أهم مستحيل أمسكها. في محامي جلست معه ولا أقصرهم فيك. محامي يقول أنا كل القضايا أمسكها إلا قضيتي. حتى لو كانت ما أدري كيف طريقتها. مخدرات وقتل مستحيل ادخل فيها. لا انا امسك مخدرات وامسك قتل لكن متى امسكها؟ اذا كان مظلوم. امسكها امسك صح حقت على المخدرات اذا كان مظلوم مفترى عليه يعني. ايه ويقر عندي انه مظلوم واكتب بالعقد اللي بيني وبينه لان فيه مقدمه باخذه منه انه متى ما ظهر انه غير صادق فيما ذكر لي باني انا انسحب تماما ولا يقول الله جل وعلا يقول ولا تكون الخائن الخصيمة. يا سلام. فكيف انا ادافع؟ بل انا احد الاخوه كلمني قبل كم يوم يقول ولدي بالسجن. ولدك بالسجن ليش؟ قال ولدي بالسجن ممسوك معه مدري 5 جرام مخدرات او كذا. قلت ايش تبي طيب من شيء مني؟ قال ابيك تتولى موضوعه. قلت اتولى موضوع واحد واقعا في جريمه تبين اطلعه هنا؟ هل تريدني اشفع بحد من حدود الله جل وعلا؟ هذا مستحيل. قال لا اصلا ما يطلع من السجون ناس اشخاص جيدين، يمكن اللي يطلع من السجن يصير أسوأ من اللي من قبل ان يدخل السجن. صدق. قلت ولو كان لو حنا على هذه القاعده قلنا اغلقوا السجون لان السجون خلاص ما راح تربي احد بالعكس ربت الكثير والحمد لله. لكن في منهم من يطلع ويستمر على اجرامه بل حتى من يتورط في الارهاب ومن الارهاب. راينا ان الامير محمد بن نايف وراينا كثير من المسؤولين الكبار يعفون عن هؤلاء ويخرجونهم من السجون قضايا اكبر قضايا اكبر ثم يرجعون لما كانوا عليه يرجعون لما كانوا عليه. حتى راينا ان اللي حاول يقتل الامير محمد بن نايف الله يحفظه كان شافع له على احمد نفسه. فلا يعني هذا ان الانسان سجن انه يقول خلاص يطلع فاسد ولا والسجن قد يفسد اكثر. هنا عندك اقول لك قضايا القتل اذا كان مظلوم ايضا لان يعني بعض الناس قد يعني تركبه قضيه قتل وهو بريء منها. اي نعم. لكن المشكله انه تبقى ما فيه بينه على انه ما يجب عليها القضيه هذه. هذه الاشكاليه. ابو تميم انا عندي سؤال بس برجع شوي عن المحاماه بسال في العقود. الحين هل العقد يعني مثلا انا وراجح الان عندنا بنسوي عقد انا وياه نطلع ورقه ونكتب انه لقد تم مدري كيف عقد بينه وبينه هل يبغى له تصديق؟ هل يبغى له كذا؟ كيف انا احفظ حقي يعني؟ شوف العقد هذا انا لن اتكلم عن صيغه العقد، انا اتكلم عن المساله اللي تتكلم عنها انت الان. يعني هل تروح لجهه معينه تصدقه
او الطريق الصحيح لا أو, او او يكون مجرد وجود العقد بينه وبينه هذا عقد او شهود باطل لا شوف العقد العاقد ينبغي ان يكون فيه شهود ينبغي ان يكون فيه شهود وايضا اقوى للعقد ان يصدق ايضا من مكتب محاماه أن يصدق من مكتب محاماة وإذا كان عقد تجارة سيكون فيه ترخيص تجاري فيصدق من وزارة التجارة ويصدق أيضا من الغرفة التجارية ويصدق من الجهات الرسمية في هذا المجال أنا أتكلم عن التوثيق ولا أتكلم عن الصياغة لأن الصياغة يعني هذا باطل ولا صح كيف العقد هذا اللي من دون تصديق لا صحيح لكن يمكن تبي ترفع على الشيخ قضية يقول لك لا الكلام هذا مو صحيح ومثلا يكون العقد معه وانا اذا كان العقد معي بيروح يطالبك هو مثلا تقول لا العقد هذا مو صحيح وانا ما وقعته وهذا التوقيع مو بتوقيعي نظام كذا معاد من الحين غربي ابو تميم طبعا يحال جهات مختصه الادله الجنائيه وما اشبه ذلك لمعرفه التوقيع طيب مثل القضيه اللي بستشيرك فيها ان شاء الله وتكتب لي اياها وش الرقم العادل اللي ياخذه المحامي طبعا هم كلهم قالوا ما ناخذ منك مقدم ناخذ منك مؤجل أعطوني أرقام مش القضية أقول لك عاد نقطة مهمة جدا أي محامي يقول لك ما أخذ مقدم هذا يعني قد يكون مو بواثق من شغله قد يكون مو بواثق من شغله أنا أقول لك هالحين أنا بالنسبة لي أنا لا يمكن لازم مقدم لأني أعرف شغلي أنا بغض النظر عن كوني سأكسب القضية أم أخسر القضية ما أتكلم عن هذه لكن أتكلم عن إبراء الذمة يعني إبراء الذمة في الترافع في الكتابة في الحضور حضور الجلسات لأنه من قال لك من المحامين بأنك ستكسب قضيتك تراه غير صادق أي محامي كان يقولك تبي تكسب قضيتك تراه غير صادق ولو كانت القضية واضحة كوضوح الشمس لأنك ما تدري ما الذي يقوله الخصم ولا تدري أيضا وش اللي يقتنع به القاضي يعني كان عندي قضية أنا طبعا خسرت القضية أنا القضية هذه كانت عندي خسرت قضية وكنت وقتها إمام مسجد الآن لست إمام مسجد خطيب فقط لكن كنت وقتها إمام مسجد بعد ما خسرت القضية وإذا بالخصم يصلي معي سلمت عليه كيف حالك أسألك طيب طبعا بعد ما أتت القضية يمكن شهر أو شهرين فقال لي هو بلسانه قال لي والله العظيم إني أجي وأنا أعرف أنني لن أكسب القضية لأن الحق ليس لي حلو كذا قال كذا قال الحق ليس لي وجاي والله أجي وحاضر في الجلسات وأنا أعرف أني بخسر القضية لكن يقول فوجئت أن القاضي يحكم لي القاضي بشر القاضي بشر لا يستطيع أنه يعلم ما في الغيب وإنما يحاول قدر المستطاع ويجتهد أنه يصل إلى الحق فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وله أجر ومعفو عنه الخطأ الذي يحصل إذا اجتهد طبعا القاضي أبو تميم فسم تكمل أسلم انا اقول الاشياء المهمه يا اخوان انا نفع جواب كم 20 15 هل النسب ولا النسب؟ ما استطيع اقول لك انت يعني ما استطيع اقول لك كم النسبه اللي ممكن تصير لو عرضت علي القضيه كامله ان كتب الله جل وعلا نصيب وعرضت علي القضيه كامله وتبي توكل غيري ليس انا اقول لك هالحين ما ترى ما اقوله قدام الشباب توكل غيري ابى اقول لك هذه الدعوه قد تكلف كذا وكذا اي نعم لكن انا لن اتوقع طيب انت ترشدني طيب الشخص ارشدك ما عندي مشكله يعني ارشدك ما عندي مشكله طيب ابو تميم الله يعطيك العافيه جزاك خير بيض وجهك ترى الشيخ يبي يسال مرارا بالختم يا اخوان قال غسل انه كنا خلص لكن لو بوصل لك عبد الله بوصل لك انا كاستشاره انت قدمت فيه طريقه مجانيه استشاره مجانيه لابو غربي يستاهل لكن الشباب ان حبوا يستشيرونك هل احنا ما نبغى لو ناخذ برا من العنوان او الموقع فيها جوالي موجود مو الاخوان الاعداد عند الاعداد اي نعم وكذلك عندي صفحه على تويتر ايوه هذا تويتر اي نعم صفحه اسم الشيخ دكتور سمين عجلان دال بس دال نقطه سمين عجلان كذلك عندي سناب شات على خير وهم يقوم بعد يقول المطاعم وش يروحوا عندهم سناب شات احنا والله نتعاطل معك احنا والله نتعاطل معك والله يا شيخ لا ينمل من جسدك ولكن عاد الاخوان قالوا ازهوك جزاك الله خير الله يحييك فرصه طيبه الله يحييك والله كان عندي قضيه ثانيه بعد قضاياك واجد قضاياك ما تخلص كل شيء الله يحفظكم قضاياك ما تخلص طيب الله يحفظك الله يكتب لك ان شاء الله ما نحتاجك الا بخير ان شاء الله باذن الله ما نحتاجك الا بخير والله نستفيد والله مساله العقود تعرف بعض الناس ممكن ان شاء الله نتجمع عميل عقود عقارات وابراج ان شاء الله انا عند ابو غربي ان شاء الله كلكم تصيرون من التجار الله يسعدك لو انك موجود البارح كان رفعت قضيه بس لعنت ابليس الله يجعلك بجنه ووالديك اللي بنا خالق
لا بعدها اللي ورا السعاده هذه قضيه ثانيه. اجل انت هنا معطيك جوالنا الحين لان عندك خيار كبير. لا لا الله يرضى عليك اعطيك رقم حسابي. ليش اقول لك انا يعني اجل قضيه ابشر عندك ما شاء الله قضايا كثيره. تفضل شيخ شرفتنا يا ابو تميم. جزاك الله خير الله يحفظك يا رب. الله يعافيك. معك المولى ونسال جل وعلا ان يحفظك ويحفظ اهل عمان وايضا من هو زائر لعمان باي حال كان. الله يحفظك جزاك الله خير في امان الله. حفظك الله. السلام عليكم في امان الله. ترى القبلات هذه على الهواء احنا ما نعرفها. القبلات اي لا احنا ما نعرفها. احنا لازم يصير خد على خد والله خشم على خشم الله اكبر وتميم سلمك الله هذا وعدونا صرنا زيه والله زيه والله استشاره جزاك الله خير الله يسعدك الله يسعد ايامك. ترى القناه الان بتاخذ منك حق الاستشاره مالك مانع على قرها انا وياك انتصافا الله يحفظك الله يجزاك الله خير بارك الله فيكم الله يراك يجزاك الله خير كثيرا الله يحفظك الله يشوفك بحول الله تعالى بريال هنا ما انت بريده بس تكليات لا اللي يجي هذا البرادي اي هذا اي نعم بس ما انا باص على الراس لا بريد انا اي من العوالي ولا وين راعي الراس الباهلي 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 حياكم الله وعسى أيوة انت بريده وين بريد انا بريد بصفرة هي صفرة يا شيخ ما شاء الله يا شيخ حسن تفضل انا عندي منتج الان منتج بارات نعم انا اطبقه دخلني شركه تعاشر معي وكذا هاي جمعة الدوق يعني مدى منك طبخ ورا ما أكلنا عشاء كل غداء اجلس حطينا العشاء أمس لخو خرفان وشغل اجلس هلا خو خرفان موجود لا بطبخك أنت بطبخك أنت جمعية الدوق الخيرية ما شاء الله تبارك عندهم وقف الأبد الآن في مكتب التفتر 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 وين تفضل 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 أبد أبد عندك أنت مخلد هذا هو ولا تفضل الدفتر لا دفتر موجود هذا الشيء تفضل هذا من دلونه ما شاء الله هذا سجل زيارات سجل زيارات كلمة يا شيخ ما شاء الله ان شاء الله الان عندهم لو تقدم وقت لانكم الشو عندنا وقف الاب تقريبا وصل النص من اصل 22 مليون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وان شاء الله باذن الله خلال يومين ثلاثه راح ينتهي الوقت ما شاء الله ما شاء الله بيكتمل باذن الله دعوتكم يكتم يا شيخ ان شاء الله خلال اليوم الحين وصل النص وخلال يومين ثلاثه بيتوقف اكثر من النص ولا لا بلغونا امس الاخوان قالوا انه وصل تقريبا هو 22 مليون وصل الى 16 تقريبا باقي 6 مليون باقي 6 مليون صح؟ ما شاء الله ما شاء الله الناس فيها خير وتدفع وتبادل الحمد لله نسال لكم التوفيق والسلالة والفلاح والنجاح وين وصلتوا يا شيخ؟ قريب حولي ما شاء الله ما شاء الله وش هذه مشجره هذه؟ ما شاء الله ما شاء الله ابو تميم سمعت عن الشكوى اللي رافعينها خريجيه التربيه الخاصه؟ خريجيه التربيه الخاصه؟ لا ترى انا مع الطلاب مع الخريجين مع قال شيخ الله يعني عندك خريجين الانتساب ماسك المحامي الوهيبي اذا تعرف ما ادري والله خريجي الانتساب انا معهم وتكلمت انا عنهم في حلقات كثيره تلفزيونيه كذلك خريجي التصنيف هذول عندهم مشكله تصنيف اي نعم كذلك خريجين تحفيظ القران الله ييسر الامر ان شاء الله ايش اسمه ابو خلاص خلاص اوكي جابك ان شاء الله فيك ابو تميم الله يسعدك الله يحفظك يا رب قواك الله خلاص تمام في تعال تعال في عندك مكتب هنا في الرياض شيء ولا الا عندي مكتب مكتب اي عندي مكتبي ايش اسم المكتب؟ مكتب سليمان عجلان المحامي والاستشارات. اجيك فيه ان شاء الله باذن الله بعد البرنامج. بجوجل ادخل جوجل تلقاه على طول. سليمان عجلان والله الظاهر اني كنت ادور مكاتب الظاهر مر علي يرسل. هو اللي في مكتب سبعه صح؟ بالمنز سم. اه. بالمنز. والله يمكن مر علي. اي نعم. العمر بزورك ان شاء الله في المكتب لا خلصت ان شاء الله. حياك الله الله يبارك فيك. جزاك الله خير الله يوفقك. الله يوفقك. شكرا لك. وقف الوالدين. جمعية البر بدوقة. جمعية الخيرية. جمعية جمعية البر الخيرية جمعية البر الخيرية بدوقة هي دوقة دوقة جدة جدة على الساحل هي بين تثليث والقنبلة تابعة للقنبلة ما شاء الله ما شاء الله على خط الساحل ترى حاليا 800 أسرة أنت تبين أكتب زيارتي للجمعية ولا تحدث عن الوقف؟ فرع جمعية في البرنامج يتحدث بشكل عام يعني فرع لا الفرع جمعية في البرنامج يتحدث عن الوقف تحدث إن شاء الله طلع يكون دائما خير ان شاء الله له وقف اللي مثل هذا فكم علاقات الشيخ ان شاء الله كل من الناس اللي فيهم خير الناس يحبون خير راح يدعمونا وقف باذن الله امين لانه خير عام ان شاء الله
والضف تحت ولا باقي؟ لا باقي. هل ينتهي الوقت ان شاء الله وجدت توظف معك؟ حياك الله. ودوني عند الدكتور ما عاد بدي شكلاطة بس ودي اشرب الحالي الشوشه نخرت اشنوني هي هيا فلاح هيا فلاح الغرمة ناكل من هاي الخلطة انت مو بنخرة سنان سوقنا عامل بالله الله واللي شرى يرباح منه ينوي ويطلب منه كان يوم فرحك لما شبابك حقق ليك النص نص وبإيد واحدة وبصوت واحد كله يقول أنا مصر أنا مصر كله يقول أنا مصري يا مصر أنا كل فداك يا مصر كنت تلعب مصر حبيبي كيف تلعب كيف اللعبة أنا ما نعرفها زين عندي الحين تنادينا والله ما نعرف هذه ما هي واضحة لا 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 يا الحبايب اللي هناك أنا شايفك وش به هيثم مثل ذا المرة أهله وطالع بطل صلاح اكسر يدك يا شيطان يا اخي نلعب زلطة تبيض انت لا لا في الجماس في الخضيري خضيري تلعب خضيري ما حد نلعب يا شيخ كلهم منافسين ما ادري ايش فيهم والله من الواحد يا شيخ امشي بس والله جوك مقص بطلع برايم اطلع برايم امشي امشي ما في اي حماس في السالفة امشي يا رجال امشي يا رجال امشي طلع برايم فكني منك والله يا حبيبي ايش عنك شياب مخاوي لي شياب قري قري 10 متر روح العب زي الاطفال يلا ولا انت اصبر استهد بالله والله لا اكسرها والله ما همتني ارمي والله لا اكسرها واجحدك انت يا عيال بنلعب يا عيال يا عيال جماز لا 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 عيني راحت فيها بروح الطبيب مشينا لا 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 شو بعدين مشي مدين عليه اعطيك نظارتي الله يعوضني خير الله 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 يرزقني اعطيك نظارتي اصبر عليكم اي والله يا مدير اعطيك نظارتي والله يا ابو حامد عيوني راحت فيها بروح اشوف بدأت تصدع يا اخي اعطيك نظاره بروح الطبيب اشوف اعطيك نظاره تلعب اذا ما زبطت باخليك انت تجيب النظاره فين طيب جابوا لك النظاره طيب ها جابوا لك راكب علي ما تطش كلم يركب عليه بس ايش تسوي خلنا نلعب بروح اكلم الدكتور راح ياكد عليه كلم شو اسمه ذياك عمرك جاي الله يصلحك قبل 15 سنه كان لعب قعود والله اوكي يعني شويه الله جوك يا عيال اقسم بالله جوكم ازرق قصدي اخضر وش اجتماع رئيس بديع يا روش قد اينعت انا بطلع برايم اسبوع ذا مع السلامة ادناك الله انا طالع برايم مع السلامة اقسم بالله ما في اي تعزيز ولا في اي شيء ولا اي بنفقد كولا يا ابو تطفشون صح؟ نذكر يا ابو فهد حامد بنطفش انا نص ساعة وانا احترمك نص ساعة وانا شايل احترامك عشان وقهويك يا اخي وظفني يا اخوي ولا اقول ما بوظفك قل لا اله الا الله بس قل لا اله الا الله يا راجح ابن معيض وجاح مني عاد تنرني تنرني ها اليوم ما ادري راح عيال عيال من أنت نخدم بارك محمد وارتبك السؤال أطهر دمعي كبرا فأجبتني يا سائلي إن الحنين إذا سرى
جبتني يا سائلي من الحنين وإذا سرى إليك قلبي أبحرى يا ابني ضلوعي من برى طبال أسماعنا ما سوف يحفظه الورى عن قصة منسية ما بين أهل القرى يا عيال اقسم بالله طفش يا عيال الله زهق ادينا دينا يا شيخ روح يا شيخ دينا دينا روح انا بلعب دحين انت شو وضعك انت؟ انا عميد القرية عميد القرية أنا العمدة حق القرية والله تستاهل يا أبو حامد عميد القرية ولا خالد حامد عميد القرية من اليوم ورايح اشرب طال عمرك سلام عليكم سادة يا حبيبي استاذ مخرج لا تعطيني شاي سادة من الخير يعني عشان كمان حبك يا إبراهيم حبك سعود حمزة بوي سعود ولا كيف الحال؟ كان بيعنوجة غدا حلقة حمزة أنا عندي لقاء تلفزيوني يعني استاذ مخلد شرفتنا في الموقع شرفتنا يا حبيب وشوفك عساك طيب يعني ما شاء الله انت ما شاء الله عندك درعين وضامن انك تبي قصدي مو شو اسمه تخلد بالقريه نعم ويعني انا اتمنى لك التوفيق حقيقه لكن يعني وش شعورك في البرايمات وتحس انك كذا كانك زي سامي الجوني كذا ما انت طالع هو شوف شعور الامان اشكرك طيب السؤال الثاني يحب يقول يعني عرفت اجاوب عليك استاذ مخلد الشراري يعني ما شاء الله لابس جاكيتات وانا بس سؤال سر النظاره انت حاطه في جيبك واحنا في الليل لاني من عصر احسن طيب السؤال الثالث بدا اقول السؤال الثالث يعني استاذ مخلد الشراري ما شاء الله من القريات وحبيب فعلا انا والله اني احب القريات واحب اهلها وان شاء الله نتمنى زيارتك فيها باذن واحد الاحد الله يحييك في زواجك الثالث اللي وعدتني فيه بالزواج الثالثه استاذ مخلد الشراري يا حبيب قلبي يعني اول شيء في لقاء لو سمحت في لقاء تلفزيون يا اخي زرت اهلك بالرياض نقول لك يعني ما شاء الله تبارك الله الحظ الان لا تركهم مع حقرات محرم شرعا شوف الفقره حقته زين شوف العدو والله فقره كان وجيه خطاها على مع فقره فانا كان وجيه ما شاء الله استاذ مخلد الشراري ما شاء الله يعني انت من الناس اللي ما هو شعورك عندما اعطوك الدرعين؟ استانس يا سلام كذا اجابات اسمها يعني لا صدقا صدقا ابغى اشرح يقطعني بقول استانس صدقا انت صراحه شخصيه مميزه ونسال الله وابشر حضورنا كلنا وفي زواجك الثالثه وزفة عند هيثم ثاني عطى ادور زفة عند هيثم ان شاء الله بيقدم لك زفه في زواجك الثالثه لان الثانيه من السياره الثالثه علني بسويها ان شاء الله و ما شاء الله ايوه سلمان الباهلي ابو معين تدري من الشوت الزواج الثانيه انا احد الشوت اسمح لك طب انا انسان متزوج يمكن هذا تايم يخرب بيته ايوه صح انا ما اسامحك يا راجل اسمع جاي تخرب بيت المسيار زفيت استراحه لكن شوف لكن جاب ايد اسمع كيف نظامك ها ترى في اي وقت استراحه يا ولد اي ما ينفع يا خرب بيت عيال اسمع عيال حب تعال تعال انشبع اكثر انشبع اكثر ما خلد تعال نكتب الدام انت وياه سوا اسمع اي وقت مخلد لانك تبي تتجوز ويا سوا انشبع اكثر ولا انت اسحب شهادتي منك يا شباب ببالك ليه تعال تعال شوي سلمان انا عارف انك ما تبغى السن هذا يظهر للشعب وقف اوحشت انا عط رجل وجهك ايش فيك انت يا عيال عط رجل وجهك ايش فيكم نعطيهم يا عيال اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام تعال ابي كيفك دقيقه بس بكلمهم انا احب ابلغكم بهذه المفاجاه الجميله بعد ما عرفنا المفاجاه الحلوه لاخونا مخلد وزواجه ساده فانا احب ابلغكم ان سلمان امس بلغني مستعد اخذ الرابع والخامسه تحدى الخامسه لا ما يحتاج فانا احب ابلغكم يا استاذ خالد حامد تفضل انتظر علي سلمان الباهلي امس كان في نقاش بيني وبين الساعه 3 فجرا
كنت اسولف وياه كل يشرح لي على وضائعه وان الرجل يعني يقول خلاص انا راجع تعبت انا لازم اتزوج انا ان شاء الله زواجي بعد ما اطلع من زد رسمي فين ترى متزوج لا لا قصدي يعني متزوج يعني ثلاث اربع فهمت ثلاث اربع متزوج فيقول احب اليكم يحب يدعيكم في تاريخ 2/5 فرس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وانا ابشر من عيوني ابشر ابشر اول ما تلف اليمين مع شارع شو اسمه شارع الملك من قال استراح باليمين ابو البالي ابشر والله بس سعد والله تبشر بس سعد والله قال لي قال انا والله حضور ان شاء الله حجة ليك على قرونة دكت مقطع باقي ابو باهلي دعس الله اكبر الله اكبر كلنا واحدين والله ما ادري يا الربع شلون شيء الله يرزقنا الله يرزقنا الطيب خالد ابو عامر يرزقنا الحلال الله يرزقنا اربع حريم يا دور الشيخ نتحرك يا طير غنيت بالحالي انت انا عندي لعبه تسوونها معي تعالوا والله لعب والله يا اخي ايش فيك تشوف فيني جمع علي جمع علي صبرت من دار خلاني جمع علي جعل لا بعد شوي جعل الساعات فالك اللي بيلعب بيجي ما بيلعب ليش اخذت بيلعب تابع عبد الله سافرت من دولة اطلع وريك واحد يطلع واحد يلا خالد خالد حامد يا اخي بنصفقها يا اخي ندمرها لا بدون جزمة طلعت بدون جزمة اوكي ما اقدر اطلع انا بدون جزمة كيف كان هو تصرف اطلع وريك لا لا اطلع بلا اطلع وريك اطلع خالد خالد اطلع واحد 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 شباب عساك ما ادري في جوال جاي عبد الله خرب علي ليش ما صرت عبد الله شوف اللعبه اللعبه كالتالي تروح الكرسي ذا اخوك يجي الكرسي اللي انت فيه واضحه ترى بتطيحون يا وشيك يلا يلا مجنني واحد نبي سار شوي نبي سار شوي لا 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 انا اروح الكرسي الاخير وعبد الله يجي الكرسي المحلي فهمت نمشي بلا كيف 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 هذه راجع والله هذه انقد يا حبيبي تعال 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 انت امسك امسك شوف راجع خليني لا تخرب علي بس انت ما شاء الله والله 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 لا لا طب لف كذا لف كذا اوريك لا دلخي انت لف ايش تسوي؟ لعبة عند راجح كان لا يا شيخ عجبت عندنا راجح 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 لا 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 وجل عزيز وجل عزيز خلاص خلاص لا يا سيدي وجل الله للجنة يا أبو حامد حط رجل حط رجل يا راجع لا 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 حط رجل هيا روح يلا وش لعبة الثانية جربة لا جربة لعبة جربة لا 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 هناك 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 الله يسلمك رجله يا لا لا ويوك بيضة والله ماشي يا الربع ما تحكي يا عم لا لا شوف اول اللي يطيح الثاني اللي يطيح الثاني يا راجل لا مش اللي يطيح الثاني يلا لا 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 والله انت طبخ رجلي بس اللي يطيح الثاني يلا بس شويش ما هو دقيقه لا 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 تكفى تكفى ما تقدر والله يمديني ما تقدر ما تقدر يا رجل ما انت بصاحب اجرب لا لا دقيقة 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 جوفة سريع ما شاء الله مسابقة دقيقة 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 لا لا ما فيه طيب
ثبت نفسك. فاصل حساس يا ابوي، فاصل حساس. جميري يلا تعال سمع. جيب واحد قرب ابوك، جيب واحد كويس ابعدك، لا تسوده مره ثانيه. يلا يلا يا خواص. لا 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 ما يوصل هو، والله الكراسي هذه تعبان. يا لو سمحت شيخ البلديه جاء من رئيس البلديه. يا رئيس البلديه يلا هذه شيتني. اوه من قبل سبع ايام شيتني على النار. حول ولا قوه الا بالله، شيتني على النار. شيتني يا سريع عندكم انقلب برلك قرليه. سلمان عندك شيء؟ يا سلمان عندي موضوع تفضل. زيت فهد عندك شاي؟ فنجان ايش سوي؟ فنجان واحد، فنجان واحد. لا 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 عبد الواحد كذا. يا انا هيدا فهد عندكم شاي؟ وين؟ يا سلام. يقول يا طير كان قطتني برقع الطير، نقطتني برقع الطير، طيرك وحش وقلوبنا مستميتة. يا سلام. لولا يراجله من رجال بهم طير ما صد واغه ظن ضار. ما تبغى تكمل صح؟ ما شو اسمه، ما نحفظ كلماته كويس. تعال انا اترى رجاء، كنت الغلا وانت الحلا. هيا تعال هيا تعال. واحد اثنين ثلاث. هيا تعال هيا تعال انا اتراني في رجاء، كنت الغلا وانت الحلا. هيا تعال هيا تعال هيا تعال، اللي يحبك زاد شوقه من غلاك. هيا على هونك تعال وخل مشي تعال خذني للفرح، تعال خذني معك. ما هو مهم من وين تاخذني، يمينك او شمالك. خذني هوا خذني غوا او فوق زهرك من داك. ماتت عروقي من عطشها في ويا مرمال. هيا تعال هيا تعال هيا تعال، لا ضيع ويضيع الامل، وشلون انا عايش بلاك. معقوله تتوقع على غيبتك عندي احتمال. هيا تعال هيا تعال هيا تعال. الله عليك من افضل الشيلات. الله يا ابو النيل ما شاء الله عليك. تروح بلا سريع شوي. وش عندك انك شلت؟ ابغاك تسالف انا. اي الحين رايت حقت ربع ساعه ظاهر. استريح استريح. هذا سلمان كروم. سلمان والله برد، والله برد والله يا سلمان. رحلنا عن بعض. يلا بس ودي اكبر عدد. خلاص ابو يحيى ابو يحيى ابو يحيى بالله تعالوا بيكم شوي. يا ولد برد يا اخوان. ها بس انا قصدي الجيل. قوي صراحه. والله يا سلمان والله. طيب استريح استريح ابو. انا نفسي فيني الان طاقه اسمها الطاقه الوقوفيه، ما اقدر ما اقدر. والله انا نفس الشيء بس اني مسكت نفسي. والله والله طاقه وقوفيه اسمها. تفضل يا ابو سلمان. لا تبي نروح المكان ثاني. لا 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 انت واقف انا اسرع على طولك، فما يحتاج تفضل. اه حلو على اساس اني طويل بعدين. احسنتها معك مشاركه ولا تعيد. يلا طيب فيها يعني سواليف الدعوه، لكن فيه عندي شيء اسمه وش بتسوي؟ حلوين. حلو وش بتسوي؟ وش بتسوي؟ باخذ من كل واحد. عندي اسئله من واحد الى 16. هذه حقت ابراهيم معيدي. وش 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 هالزين؟ ايوه خلها في باك جراوند. خلاص خليني اتكلم. وش بتسوي معي بحيث بعطيك مواقف وبشوف رده فعل كل واحد منكم. حلو؟ خلاص اسلم. اول شيء مثلا عبد الله بدامك هنا تختار من واحد الى 16. طيب ايش بك؟ اختار من واحد الى 16. نهدى ايوه.
كم؟ الى 16. حلو. 14 لانه طلع في السالفه 300. طيب 14. طيب 14 طالع يا عبد الله. حلو. لحالك. يا سلام. طالع لحالي. طالع بالسياره لحالك. رايح لحالك يعني. زين. رايح لحالك بالسياره. وغرزت بنفود. حلو. طالع لحالك بالسياره غرزت بنفود. ايه زين. طيب. ما حولك احد. ايه. والخط مو يعني مو قريب لما. ايه لا كذا. وش بتسوي؟ طيب. مدة دقيقة عطنا اللي عندك. فرض حركة يلا. طيب دقيقة. الحين أنا بسير طالع حالي. اي نعم غرست. وغرست المفوت. طيب الحالي. ما كان في حولي أحد كاشكين. ما حولك أحد. طيب أحد مختفي. ما كان في أحد. ما في أحد. يعني تبغى كيف أطلع ولا شو بسوي؟ وش بتسوي؟ بدك تسوي فرجع. السيارة طيب مغرزة. مغرزة. طيب شوف. والله سؤالك جاف معلي صراحة. أنا ما قد حصلت المسألة دي لكن لو حصلت إيش تسوي؟ فهذه مسألة لازم أفكر فيها العين. هل مثلا بتغامر بتروح تمشي تدور أحد ولا تقول لا بصبر يمكن أحد يجي ولا تقول يعني وش بتسوي؟ تبغى كذا بالجد؟ لا جد عطنا أمشي رئيس مدينة عطنا اللي عندك. أوكي تم طال عمرك. والله ما أدري يا طول عمرك السلام عليك. أنا أتوقع والله أعلم إني لو إني طلعت الفود لحالي. أيوه أبى أسوي كذا الحالتين. إما إني شو اسمه أطلع السير العالي. حلو يعني تحاول تطلع لحالك. ويمكن ذاك اليوم يكون ما طلعت يعني. اه. يعني يمكن ذاك اليوم ما كنت طلعت يعني. مش ما. اي زين اسمع طيب. لا انا ما انا يعني فهمها يعني. يعني قليل تطلع انت. يعني ما قد طلع. لا ما هو. انقز اللي بعده. طيب. يعني رحلة اللي بعده. او هيب من 1 الى 16. 10. 10. طيب. خلاص نشكر عبود السرح. طيب. او هيبي. او هيبي. واحد من اخوياك حلو قال لك يا ابو خالد زواجي ابيك انت ترتبه من الى حلو كيفه باي مكان قال ابيك ترتبه زين من ناحيه القهوه الشاهي والبخور وكل شيء ترتيب من الف الى ياء عندك زين يوم العرس يوم الزواج نمت وخليته وش ردت فعلك وش بتسوي؟ هو على حسب الاختيار وش بتسوي؟ اخي اخترت غير 14 لا اله الا الله محمد صلى ها حد ما صلى على النبي فيكم من صلى على النبي اسلم ابت ليش؟ والله ها الرجال سحبت عليه زعل عليك وش بتسوي؟ ابت ليش يا ابو خالد؟ اقول لك شعر خذ لك هيبلش شوف صديق هيبلش إيه؟ جبتها كذا يبتليش من صديق وقت الضيق هو من يسامحك اذا اخطات بس زواج اذا خاصة اذا خطا يعني غير مقصود هذا حبيبي يعني بتقول له انا اسف وبس بقول انا اسف بس لكن انت تستاهل يعني عبد الله دقيقه هل تكلم يعني بحاول اعوض بشيء يعني تحاول تعوضه ويوم زواجه صار كركبه والامور راحت تعوضه بشيء ثاني اي صح انا ارتب هذه القهوه اي هو قال كنت ترتب والله صلى الله انا ما يبلينا بهذا طيب يا حلو يعني رد ما في ردة فعل لانك تعذر يعني ما ايش اسوي طيب ضافه يلا ضافه اختار شوف انا اقول اذا تزوج تزوج الثانيه راح تكون طيب والله يلحقوا على خير مسكك الموضوع العين مره ثانيه زوج الوين انا زوجي من 1 الى 16 8 والله طيب 8 جاك واحد يا ظافر عند محطه وجهه شبهه زين وجهه شبهه مشبوه سياره غريبه مشبوهه اعطاك صندوق حلو قال لك اسمع ابيك توديه المزرعه وراء مكان فلان بعيده حلو قال اياني وياك تفتح الصندوق يا توديه ولا اقتل لك اقتل واحد من اهلك او اقتلك انت اسمع ها هاي ظافر اوديه ولا ايش ولا اقتلك يعطيك العافية يا ابو ميت النار حالة انها ما تمشي واحد وجهه شبهة وفي صندوق هل تروح تغامر تقول ما علي بروح اوديه تقول بروح اوديه ولا تقول وش بتسوي؟ لا سلامة ما برخيل اقول كيف تبغاها بس ما نودي هذا اولا وثانيا الحين الحمد لله في امن وامان طيب يمكن اللي بالصندوق عادي شيء عادي طيب لو انه شيء عادي كم يقول ما بيقول لا تفتح بعدين في الزمن هذا وش تصرف؟ اقصد يعني بما انتشار
اللي انت خابرين زي كذا. حتى اول حتى اول كنت اكل هذه المكده. طيب ما عاد صرت اشل حد. والله حلو يعني ترفض. طيب معاذ اكيد ارفض. ايش اخترت انت يا عمي؟ الى 16. والله اختار رقم 4. 4 4 عايش اللون جمل. طيب حلو. 4 يا معاذ. روح ادور لكم حطب. واحد واحد سبك بتويتر والله بدون سبب بدون شيء ما بينك وبينه اي علاقه وش بتسوي؟ يا سلام سؤال سؤال مره سؤال سبك بتويتر تلفظ عليك بتويتر انت ما تعرفه ولا ما تدري الا سبك ايه طيب يعني هذا الموضوع ما هو دائما يصير معي حلو وش بتسوي باختصار يا باختصار باختصار ما القي له اي بال زي ده. والواحد ما ليش اللي ما يحس واللي ما يزعل اللي يقولك انا ما ازعل هذا ما ليش يكذب علينا ما ليش لكن من الناس اللي مثلا اذا احد سبني في تويتر تتجاهل اذا كان الله الله خلق العباد الله خلق العباد وفي بعض العباد يكفرون بالله ما بالك انا العبد الضعيف مالك فما ارد عليه حلو ما ارد عليه طيب لاني انا اكبر من منزله اني ارد على حلو ناس فيها زي كذا تفضل يا حبيبي من 1 الى 16 9 صدم صدم 9 رقم تصويتي طيب رحت يا ابو حامد عند رجال حلو اي نعم بعزومه رجال الحين محتفين بك هلا ابو حامد هلا والله هلا بالزين ومحتفين بك انت الحين ثقل ورسمي حلو ومرسم جيت عندهم على العشاء قلط بديت تاكل من الذبيحه غصيت بالحمى وش بتسوي؟ غصيت والله طيب اي وش بتسوي؟ هل بتقولهم يعني انك تبي منهم يساعدونك ولا انت بتصرف من نفسك ولا شو بتسوي ولا بتقوم تخليهم حقيقة الغايب والله شوف يا حبيبي هذه ما صارت لا لي ولا يمكن 90% من اللي صارت تسوي لو لو صارت عط منبه اصلا حقي فزعت عندنا فاجد حلو يعني تقول للي جنبك على فكره بس ما تحس انه يخرب اصلا حتى تحس بكحه اللي جنبك اعطيك في الظهر طع من دون كحه عبد الله يقول خطا صحيح انه يضربك على ظهرك الطريقه الصحيحه كالتالي يحط ركبته لا من جاي انت لا بس لا لا هو يقصد زي كذا قد اعطاني اياها الظهر ايوه قد اعطاني اياها ابو غربي انت ترى اخصائي نطق وش دخل تحط ركبتك كذا عرفت اوه صعب معلش تحط ركبتك على اللحظه على الله والدقه ما طلع الرقم اذا ما طلع الرقم الله يرحمه ايش تسوي طيب حلو تحط ركبتك ما ادري هذا اللي سمعته طيب كرر لا تسوي كذا اللحظه كحله اعمال تسوي كذا باليسار تحطه هنا فوق تحت القفص الصدري حلو تضغط كذا واحد اثنين ثلاثه حلو والدفع من الظهر واحد اثنين ثلاثة في هنا يديك هو طيب كروب ايوه ها تضغط عشان يدك تكون كتكون كروب الى 16 10 10 10 لا قالوا هيبي 10 5 5 5 الظهر انت 4 طيب انت بجروب واتساب مع اخوياك حلو الله يسقيك يعني قديمة تمون عليهم اخوياك حلو السلام. جيت مثلا بترسل واحد صوره لك او بترسل الواحد صوره او مقطع مثلا مضحك بس ارسلته بجروب ثاني خطا جروب ثاني ما تمون عليهم وكلهم ناس فخمين ارسلته بالغلط كيف تبرر مقطع مضحك لي انا ولا مقطع وشلون صارت لي وش سوى وش تسوي مقطع عام يعني منتشر مع الناس لا 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 وش مقطع لك انت خاص صارت لي كروم زين بجروب بالواتساب مع اخوياك تعرف احيانا اذا صرت مع اخوياك عادي يعني تصير علاقتك معهم اللي قصدك المقطع ذا مو اي احد يشوف اي مو اي احد يشوف ارسلوا جروب العائله ارسلوا لجروب مثلا العائله او جروب وش بتسوي ذكرني مساعد ذكرني مساعد علمك وش بتسوي كرر والله ما كرر مقطع مو حلو لي استهبال كذا اي شيء ابو غربي توجه سؤال لك ولا شو السالفه؟ زين انت من يوم جبت ابو غربي هذا والله شوف تحس تمسك الذبذبات يلا وش بتعذر منك؟ تعذر انا اسف بالغلط ما يبغى لك واجه واجه ابو خضيري صدم سام حبيبي من 1 الى 16 من 1 الى 16 ونقول 14 14 راح و13 13 13 بسم الله طيب لو قدر لك ايوه
لو قدر لك يا ابو خضيري ايوه معلش ثواني ثاني وحده ثاني وحده حركها خلي تصير يدخلها تحت الهواء الثاني هذه الثاني ايوه اسلم حركها ابو خضيري لو قدر لك وجلست مع الرسول ساعه واحده اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وش راح تقول له مو مره ايوه مو كذا لا دقيقه كروب اصبر اصبر هاي خضيري ساعة واحدة قدر لك انك تجلس او تسمع شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة ساعة طيب الراجل اول شيء بخليه يدعي لي حلو اطلب دعوه اول شيء ادعي لي حد ساعة والله ما ادري يعني وش راح تقول وش راح تفضفض له وهبي شايفك ها يا خضيري اكيد ادعي لي طبعا شفاعة يعني ترى انا ما خشانة بس من الدخان عمك شيء انا اسحبها طلع اهل انت شوف يا اخي متاكدين من حطب ذولي متاكدين انتم هذا خضيري طيب ابو يحيى وراكم حستوا ابوه هلا ابو يحيى اوكي لا عاد تحركونا مين رقم واحد شايفك هلا قلبي طيب لا 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 بعد معي ابو يحيى ايوه معي ابو كاتم يا طويل العمر خلها تهبهب ايش اسمه الهوا من كل طيب ابو كاتم خصم عليك ابو يحيى خصم ظلم طلعك من القريه برايم خصم حلو حقه طيب طلعك برايم من القرية حلو؟ حلو طلعك برايم يا أبو يحيى وشفته برا القرية وش راح تقول له؟ والله هذا أخوان أخوان الصدق والله ظلم ظلمك ظلم عيانا بيانا لا شفته برا القرية أنت صادق أنت بيهبني في جيبه من هو؟ لا برضم أفلق من حاش أبو يحيى أنت ردة فعلك إيش؟ والله يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ما تسوي شيء ما نسوي شيء خلاص طيب امر وراء هيثم رقم سبعة تصويت سبعة سلفت خويك حلو جاك لمك يا هيثم انا محتاج 5000 والله ضروري ابيها الحين سلفت 5000 قلت له اشهر الجاي رجعن قال كبد علي والله لا رجع لك اشهر الجاي سيفون ايه وش بتسوي هل تسكت او انك بتقول لا ارجعهن وش بتسوي بالضبط الطبيعي اخذ حق من حقوقي طالب فيه حلو يعني تتساهل معاه قد ما يقدر هو حلو قصتها عليه قصت حاول تقصت حاول حلو فاهم تقصيد يعني تقصيد اي نعم اشياء زي كذا حلو طيب ابو غربي ثمانية اختار ظافر اي رقم طيب ستة أحس ستة يصلح لك يلا قعدت أنت أبو غربي جيت مجلس كبير أيوة حلو جيت مجلس أنا بالزين أنا والله أبو سيف مجلس كبير أبو غربي لكن معليش نحتاج نحيي راجح يا حي ذا العين يا راجح الله يستاهل أبو يا حي ذا العين تستاهلون النار من شبابه وقوم من النباغة اسلم ابو غربي انت مجلس كبير حلو اسلم جالس مجلس كبير حلو بينك جنبك واحد سولف معه ايوه ويسولف معك هو ابو غربي وش علوم الدوام والله يا عندي مدير اعوذ بالله اقسم بالله جاب لي الضغط جاب لي انا لو بيدي قتلته زين شوي طلع المدير جنب اللي جنبك تسولف معه ما دريت عنه ايوه وسمع كل كلامك حلو وش راح تسوي؟ ها لا زين هذا تصير معي دائما حلو هنا بالقريه صارت معي كم مره امس صاير طيب امس صاير يقول اضرب على سايد اللي صرت باحلى من دلولي وصار رشاوى انقطاعه لا خربت لا ترقعها ايه لا من حسيت انه سمع يقول من لا اي والله انت ترى انت رذل وانا سويها مع مدراي صريح شوف مديرك خويك الخاص اللي انت مجبور على جلوسك معه خلك كذا والله اني اجي عند المدير واقول له ترى كذا وكذا 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 نعم الحمد لله تزبط الا اني اعرف ما عندك كين يميني كلها حلو يعني تصالح وصلح حلو ابو مبارك يا هلا فيك ايش بقى من الارقام؟
اختار انت من 1 ل 16 2 2 بعدها زياد في بالي طيب ابو مبارك خلاص وقف اختار رقم 5 5 4 4 4 2 1 طيب لا راح لا 4 راح 4 اختار 3 راح 3 طيب شغال طيب ابو غربي ابو مبارك سلام سؤال اتوقع انه قاسي شوي قاسي يا داري والله حظي قاسي ما يقطف ابو مبارك الوالده موجوده اي نعم الله يطول بعمره الله يجزاك خير قالت لك ابو مبارك اقسم بالله معي ابو معيب ابو عيال ابو مبارك يا اخي احبك انا قالت لك ابو مبارك يا مخلد تراي من براضيه من براضيه عليك عجزت اطلع وش بتسوي كيف ايش سوي؟ شو السؤال معلش سلمان؟ نرجع لك بكره ندبر السؤال جواب بكره لا 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 مخلص يعني معروف الجواب والله قالت لك تراني ماني براضية عليك اول شيء اعرف السبب حلو وش اللي يخليها ما ترضى علي؟ حلو الغيه من حياتي كلها على اساس ترضى علي واسترضيها بالامور الثانيه اللي راح ترضيها وراح تسعدها باللي تقدر عليه حلو الله جواب الله يقبل الناس طيب ابو سعد اثنين 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 شو اسمه سلمان شباب 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 تسمحوا لي تكفون على على سالفه مخرج بالله دقيقتين انا طالبكم طلبه اوكي تم حبه خلق بالله طالبكم طلبه ان شاء الله ابى اقول لكم موقف بسيط لا ان شاء الله انه أن يكون المقصد ولا ما هو رياء بإذن الله حبيبي شفت مقطع شيخ اللي يقول يقول أمي كانت تعبانة وفيها زي الغرغرينة وكذا وفيها سكر وأصبع رجلها في مشكلة حلو ويقول ما لقيت علاج أهف أنفخ أنفخ عليها كان يحرقها يقول سويت حطيت أصبع رجلها في فمي يا سلام يقول جلست نصه زين إلين ارتاحت يقول تروح الايام ونركب بعد سنين يقول نركب قارب داخل شو اسمه داخل البحر انا وعيالي يقول تجينا ذيك السحابه اللي كلها برد وامتلا القارب برد يقول لين بدا شوي يغطينا يعني يغطي سيقانا يقول ثلج رجولي شايب هو موجود مقطع يقول ثلج رجولي يقول عيالي يوخرون الثلج يقول يجي واحد من عيالي ويمسك رجولي اصابع رجولي بيده يقول يوم شافها زرق كانت بتكسر يقول يمسك وينفخ اصابع رجولي في فمه يدفيها يقول اخر شيء قام يحط اصابع رجولي في فمه الله يقول وتذكر موقفي مع امي رزقني يلا بنفس المكان هذا هنا في وقفه والله يا جماعه اني اناظر المقطع الله يعلم بي الله يعلم بي اني اناظر المقطع وغبطته على الفعل ذا قلت شف كيف الله يسر لها العمل ويجي ثاني يوم جالسين انا واخواني على الفطور ما ادري ايش قلت انا امي كان واحد من اخوياي يعني ما في امل تزعل علي تزعل علي امي ذيك الزعله فجاه بدون زعلت علي زعل مو طبيعي لاني اي والله غبطت الرجل اتصرف والله اني اذكرها قمت زعلان رحت اخذت شاور وكذا وتذكر قلت يا ولد امي الحين زعلان لو مت انا ولا ماتت الحين هي اجلس طول عمري واجي عندها بالعاده احب يدها يوم اسمحي لي تضحك واجي عندها احاول فيها ابيها ترضى ما فيه عيت قالت والله ما راضي عليك راح انقلع عن وجه يمه يا عمري يا قلبي احب يدها عيت ترضى اقسم بالله ما ادري ايش اسوي خلاص انا الحين ما ادري ايش اسوي طبعا بعد الموقف بعد المقطع اللي شفته هذا يمكن اسبوعين ثلاثه ما ادري ايش اسوي وجهي احب رجلها قالت والله ما ارضى عليك وانبطح عند رجلها زين واحط يديني على رجولها قلت والله اللي خلقني وخلي لي عيالي اني ما اقوم من مكاني هذا لين ترضي قالت ماني راضي شف والله اني منبطح على بطني يعني طولت قالت ماني راضي حبيت جاك المقطع ما جاني الان حبيت رجلها خلاص طولت ايش سويت قمت امص اصابع رجولها قامت تضحك قالت خلاص انقلع رضيت عليك يوم جلست يا جماعه الخير يوم جلست وتذكر ذاك المقطع هنا اللي بوصله اني والله العظيم اني كنت صادق اني غبطت الرجال بتصرفه هذا قلت يا حظ الله يسر له عمل ومص اصابع رجول امه شوف بس عشان كذا لو صدقت مع الله باي تصرف غصب الله يعين عزام على السهميه والله
خلاص ما خرج ما راح عندها الا 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 وهي هي راضية هي امي ان شاء الله ملح شعر وملح لا ما شاء الله والله بالله والله انتم شو لها سمينا بعدين اسمعك ان شاء الله تقول لي بس بيت شعر تقول لي قول لي لعمرك ما ضاقت بلاد بارضها ولكن اخلاق الرجال تضيق الله انا اخلاق الرجال تضيق تضيق زين انا خلاص هناك افتر اسمح لك بس كلمه تهزني هزم اقص عندها ما سامحيني 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 اذا في كوره غارب الطراسم ذي رقه العقرب ابو سعد عندك 11 و12 و15 و16 11 طيب شفت واحد يشبهك بالضبط حلو حلو بسوق او مثلا بقاله يشبهك نسخك وش رده فعلك؟ الاسباني تنزل والله انا يعني قابلت اللي يشبهني وش على العتيبي الاسباني قالوا انه يشبه جدا من اللي قاله؟ اشوف ناس كثير من انستغرام لا في شبه المهم اللي قابلته في شبه بس ما يشبه ما يشبه قابلته خلاص رايكم رايكم طيب طيب واحد غير مشهور دقيقه واحد غير مشهور والله واحد غير مشهور هل تروح تقول له بصور معك تقول بصور معك ولا عادي؟ لا والله بصور معه واستانس بضحك بنهبل عليه. والله حارس من الرجال يا يمكن اشوف مرايه واروح اني انا اوقف عنده نتفرج ببعض. تشيك كنت تشيك. والله ها؟ بس اهم شيء شوف المنطقة تشيك. ابن العوم يشبه بعض. لو انا ميك زياد كان اصدق اقول هو اللي ترك. شايف راجع راجع. ابو معيض باقي لك 12 15 16. انا بعد ابو فهد ما تقدم. يلا ابو فهد. 12. حلو فيديو بريد الله يستر شوف اقدر ما اجاوب صح؟ نقزت بيت اسمع ابو فهد نقزت بيت ايش دراك؟ زين؟ لا ايش دراك؟ ناوي جايين لهم والله ابو فهد نقزت بيت اسلم حلو نقزت بيت ودخلت البيت فاضي ما في احد حلو في مسابقه 9:30 دخلت انت تاخذ شيء بتسرق او انك شيء طاح كوره شيء ولا شيء بتجيبه يعني انقفل عليك حد البيبان وانقفل عليك جوا البيت شفت بغرفه ولا شيء بيت مو ببيتكم وش ردت فعلك انقفل اي الباب مثلا دخلت غرفه وتبي تسرق مثلا لا قدر الله لا انقفل عليك باخذ الكوره حقتي اي بتاخذ الكوره حقك مثلاً. وش بتسوي ما ينفتح ابد ما ينفتح لين يجرع البيت أيوه. لين يجرع البيت يعني مقفل من جهتك ومفتوح من هناك يعني نفس اللي دخل شوف هو دخل علي دخل علي زين حلو بس لو ابرر من الحين لبكره مو مصدقا طيب لكن زين يدخل علي وانا قاعد اصلي ترقيع كيف يا الله يا رب يا الله يا رب ان توفق راعي البيت راعي البيت واذا قال لي اقول جاني بدخل بدعي بدعي لكم الله عليك ابو معيض لبيه باقي لك 15 بحفل انت حلو انت ما جاوب صدق ولا يعني لا كلها الشباب جاوبوا صدق ما ابغى يعني وش راح تسوي؟ دخلت بحفل حلو قالوا لك ابو معيض اعطاك واحد قصيده قال لك ابي تلقي ابيك تلقيه 15 بيت حلو ابيك تلقيه قلت انت بتجهز ان شاء الله ضبطت الوضع الان مع الشاعر او الملقي راجح بن معيض المقرئ لا يعني اللي بتلقي القصيده القصيده مو لك ما حفظتها حلو طلعت الدوره ورقه مو معك ايوه طلعت انت الحين قدام الناس دوره ورقه اللي اعطاك اياه مو معك وش راح تسوي؟ ابى اصرف من عندي ها؟ ابى اعطيه من عندي قرا لك قصيده مثلا عن انا جمعيه معينه الحفل ذا حق جمعيه بر جمعيه دوقه قالوا نبي قصيده عن والله نشبه وش بتسوي؟ والله نشبه ابى اجيب معاذ شربت سعد
يدك اليمين طالع في الرجال اللي اعطاك القصيده بالله هي تعال انت الحين طلعت قدام الجمهور الناس ينظرون الله يستر على بدر ليش قلت الجمعات عشان المسرحيه ذاك يوم سواها وش اللي من تحت جبت تركي معك لا جد جد ابى اتكلم يعني بقول الجمعيه يعني والخير ولابد ان تصدقوا هم قالوا قصيده بعدين ابى اطول في الكلام لين يقولون تراك بلشت واطلع ما في حل بالله تسوي كذا؟ اي والله ما تقول نسيت قصيده؟ ما تقول نسيت لا 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 ما بالعكس. تقول انا نسيتها بس بعطيكم قصيده ثانيه لا وين جمعيه خيريه واقول لهم تعال ما تجي حلو يعني هذا على الجيب ابى شو اسمه؟ بجيب لهم قصيده بتكلم اعطاك ذبه اما مخلد مجرم الله يا عزام هذه قضيه نسمع شعر ام الوهيبي والحانها راجح شوال الله يعافيكم من ربنا عندي سؤال راجح الحارث يا جماعه بس سؤال واحد وامشي سؤال وانا تمشي راجح لا قريب قريب ها بحكم انك شاعر وقبلها منشد اوكي قبلها منشد هل تقبل لو جاك شاعر وقال القى القصيده هذه القاء بس دون الحان دون انشاد دون شيء عادي تلقيها عادي ما عندي مشكله عادي عادي بس ما اتوقع احد بيجي يعطيني قصيده يقول القاء ما هو موجود ما هو موجود لا لا بيقول انشدها ما هو موجود بيقول يشارك بيقول انشدها مستحيل يقول القاء شبه مستحيل صح لا هو يكتب احيانا يجيك واحد يكتب بس يقول يعني ما راح ارسلها لك واتس مثلا انا القائي انا مبدئ ما في مشكله بس القاء عرفتك تجيني بالقرايه تعطيك العلم طيب نسمع الشباب شباب كلمات والحان ام اخونا محمد الوهيبي اسلم ام محمد تحيه تحيه لام محمد تحيه ميمونه اسمها الله يحفظها لا لا يقول ام من يعني اكبر واحد هي محمد ام محمد اسمك اخوان اخوان معاك زين يا حظك يا حظك يا حظك والله تفاخر بها اسم امك ميمونه ميمونه يا حظك والله تفاخر محمد اسم امك زين والله تسمع الشعب لا 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 كمل هو اسم احد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انا ميمونه عندي اخت اسمها ميمونه ما شاء الله الله هي اكبر خواجه يعني تظن عيب يا عرب ان الواحد يقول اسمه لا لا والله اسم امك فيلو لا تسمع سالم ما انهم ما يعلمون لا لا اسم امي فاطمه يا حظ لا لا نونا لا ما يعلمون يا حظ اسم امي فاطمه زين محمد عيون انا فخر والله شباب انا اسم امي صفيه انا اتحداكم اسم امي نورا الله يخلي اهلي اسم امك نورا احفظها انا والله شباب نسمع الشوت يا عليكم والله نورا القلوب حل بعض شباب نورا نورا فاطمه فاطمه خلاص ترى هذه بعدين طيب والله انزل بسم الله مو قران نشيد انا افتحي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم اسلم من كلمات والحان امي يا الله يا الله يا شمس هذا الكون يا خير الورى يا حسن ذاك الحقل لما أزهرا يا شمس هذا الكون يا خير الورى يا حسن ذاك الحقل لما أزهرا يا من علوت مع السماء كرامة ولبست من حلل الجلالة أنهرا وسموت بين الأنبياء معظما قمرا تحيط به الكواكب نيرا نظرت إليك الشمس في عليائها فإذا العلو لك وأنت الأجدرا يا شمس هذا الكون يا خير الورى يا حسن ذاك الحقل لما أزهرا الله ما شاء الله ما شاء الله الله جزاك الله خير طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم يا الله يا كريم لازم تكون لا لا طبعا جمع لها هذه نصيحة والله عندك كلمة يا اخوان شايف شايفك شايف رأس بلدية لا 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 بسم الله عليك بسم الله عليك غطي غطي العصا العصا يا ارتك هنا زي مكاتب صقر موادي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا أبارك نفس لنفسي ولكم جميعا أني مسكت البلدية اليوم استاهل أبارك استاهل أبارك أي واحد يمسك البلدية
بيستانس وينبسط صح ولا لا؟ صراحة إلا أنا. أوفا. والله. والله العظيم أنا أقوله من كل قلبي إني ما استانست ولا انبسطت. هذا العلم. أشكر الناس. أشكر الناس. أشكر الناس اللي وقفت معي. يا شباب أشكر الناس اللي وقفت معي. صوتت لي ووصلت وخليت أنا ألبس أسدرية لكن أنا صراحة من مستانس. أنا ما أبي أي شيء أبي أصير مثل أخوياي اللي حقك والله حقك والله حقك ولا نكسر الوناس كل وشو يوم التسليم ايوه يوم يعطونك هذه يعطونك الامور الزينه ولما الواحد يستانس بوقته صح ولا لا لكن انا صراحه لابسه وانا من مستانس ابد 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 حتى اليوم والله نحن متفاجئين في المطبخ يقول 1500 قلت ايش دي ما والله قلت لك والله العظيم انا قلت لك اليوم قلت والله انها بارده انا في حق نفسي وحقك اكبر من كذا وانت تستاهل زيك زي اخوياك هو يقول 1500 قلت ايش سالفه 1500 كلنا ما يوم قال بلدي صراحه تفاجئ انا يعني لازم اطلع جو اني مبسوط والله العظيم اني رجعت ونمت والله العظيم ما لي خلق حتى اطلع انا والله انا اقول لك انا اقول لك انا الصدق انا الصدق كنت ابغى اصدق ما اعطون حقي ربعي هو موجه له معروف اللي لا, 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 لا 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 ما انا بحدد احد ما بحدد احد اللي له يعني ما في مراسل تسليم ما في مراسل تسليم يعني قصده الناس تعبت ورجال تعب ونافس وتعطيني اياك انا اليوم فهد انا استغربت انا احنا قايمين المطبخ اشوف رجال فهد بفراشه وقام يلبس ايش عنده؟ شو سالفته؟ يوم جيت وقال له هذا 1500 انا عن نفسي انا ما فرحت انا ما فرحت بخوي والله انا قلت له انا ما قلت ابارك له الفراج انا اوصله انا ما قلت ابارك له صدق لانه جد ما ادري كيف جت بارده ما حد درى ما حد درى راح بدر رحنا ما حد درى حتى لما دعيته قلت تعال الفراج يبيك انا قلت للفراج انا بوصل له اللي تبي رد لا خليه يجي قلت لا قال يبيه ما ادري ايش قلت سعود احنا كنا اليوم الظهر انا وعبد الرحمن معاد واخوي فارس قلنا صراحه زعلنا صراحه وجت في خطرنا مره انه مو بحلو في حقك نعم قلنا والله بنسوي له حفله اليوم قال عبد الرحمن ولا تسوي له حفله هذه ما بحلو في حقه وهذه صراحه قويه في حق اخوينا قلت نعم والله ما هي بحلو انك تحط في هذا الموقف والناس مو هذا مو مجهودك بس مجهود الناس برا وتعبوا حقهم يفرحون زي ما اللي في قبلك فرحوا اللي وصلونا هالمرحله وخلانا بس هذه بيفرحون اي لازم يفرحون الفرح لهم اولا بعدين من حقهم يشوفونه يتكرر من حقهم يشوفونه هم لبسوه الاسدريه وخوينا احنا ودنا اول ناس نكرم حقهم يشوفون فرحه هم ما سووها لا يبغون يسعدونك يبغون يشوفونك يا سلام يا سلام عشان كذا انا ما ابي زود عنكم ابي مثلكم نعم ما اطالب حقي حقك حقي عشان كذا والله العظيم على بلاطه والله العظيم اني اول ما اخذت حطيت ببالي الاسبوع هذا ما في بلديه ما دامي ما اخذت حقي ما راح اسوي اي شيء ولا راح اعلن وظائف ولا اي شيء بس والله اني دحرت ابليس وكلمت ابو غربي قال لا كبير والله لان والله كبير لان اخوياك لهم حق صراحه كبير وانا صراحه يوم قال لي ما جت على بالي انتم لكم حق يعني وظائف لي ولكم مبني الحالي نعم. لو هي للحالي والله ما انسى معليش صدق بس لان انتم لكم حق علي انا والله قلت لا يا لا لا اجي واعطيكم عرض علي وظيفه قلت انا لاول مره انا اخذ منك وظيفه ولكن بدون راتب ليش اكرام الخوينا اللي يطول العمر ما سووه مثل اخوياه أيوة ولا كرموه مثل اخوياه ما عليك كفو أيوة. فانا تعطيني اي وظيفه يا ابو فهد لكن والله ما يدخل جيبي ريال كفو اكراما لك ولجمهورك اللي صوت ايوه والله موظفين عند ابو فهد طيب حلو اللي بيلبس السدريه بياخذ انت يا ابو غالب بتصير معي تصير معي بالاسم وما يحتاج انت وافي مع كل العيال لكن انا اللي يلبس السدريه ابي ياخذ حقه هو جاي هنا عشان مسابقة ترى ريالين أنا ما دخلت براين عشان ريالين يعني ممكن أي واحد يأخذ المية هذه يمكن يستفيد منها أنا جيم براين إيه كفو أول واحد طب أنا بقبل بس بعشرين ريال ما يخالف تم بعشرين ريال إيه أنا وظيفتي عند أبو فهد بعشرين ريال والله أنتم كلكم كفو متحدث والله أبو فهد صراحة في أول واحد أبدابه أول واحد أبدابه صراحة شخص ما أخذ الوظيفة أبد ما أخذ البلدية أبدا والله استاهل الله يسلمك
هذول اشتريات خذ اللي تبي بهن. الله يسعدك. اعطوه المسجد. انا بقول كلمه. انا مسجد والله خادم نظافه ب 20 ريال اعطوني واحده. خادم مسجد والله ان مسؤول زياد. وفي ناس خادم نظافه. الثاني ظافر الشهراني. سلام سلام ومواعده وقال انا ابي خادم المسجد ويستحق صراحه. يستاهل خادم المسجد. يستاهل ابو حامد. خادم المسجد عنده الوهيب والله ما ترجع مني. خلاص انت تفاهم بيني. انا استاهل ابو غربي. الحين ثلاث دوري. الثالث صراحه رجل انا اشوف انه عضيد صراحه ومو بقصر بكم يعني دائما انا وياه نتشاور ودائما يعني هو يعلمنا الشيء الصحيح وما قصر معي صراحه اللي هو راجح. هلا تابي. طب خليني اعرف ايش اللي صار اليوم في الكافي شرب. اقول تفضل. جاء واحد في الكافي شرب قلت شو قال بلدي. قلت بلدي شو فيها؟ قال بلدي اخذتها. انا صاحب النوم يعلمون على البلديه. قلت والله ما دريت لكن تستاهل. والرجال الاخلاق عندي تعلمون عداد الحراره حق الفورد اذا صفر. ما احتاج. وش فيك؟ قال لا تكريم. ولا انا ما علي. يقول انا ما عندي مشكله. انا ماني بزايد. اذا قالوا لي تفضل رئيس البلديه سعود فهد. يقول ما تفرق معي. بس تفرق مع الناس اللي صوتت. نعم. وخسرت نعم. فلوس. نعم. انا اعلمكم اللي صار حتى لو يسعر فهد. يقول انا ما راح اسوي ولا بلديه. 1500 ريال بحطها في جيبي واروح. صح. ولا راح اسوي بلديه ولا راح اوزع وظائف ولا راح اسوي شيء. حتى تشيت ولا البسه. قلت انت كذا عاقبت نفسك ما عاقبت يتسبب عليك. واخوي اكلهم حق برا يفرحون معك. اكيد. وش سوى؟ قلت سوى حبيبي ولا كان شيء صار. البس سديريتك وزع الوظائف اللي تشوفها وخل على ما قال ان جمهور اضرب اللي شايفه. هو اللي يحكم. هو اللي يحكم. حبيبي. سلامتك. فهد اذا ما جاك احتفال فخم. ارفع يدك. زين فهذا دليل انك انت اصلا فخم. الله فما يحتاج. كيف تلعبون؟ كيف تلعبون؟ باقي واحدة صح؟ هذه عطني اياها معليش. طيب تسمح لي ابو فهد؟ تم. انا قبلت وظيفه. والله راح ازيد على الراتب 20 ريال. لا والله ما ازيد ريال. لا خلاص والله ما ازيد ريال. خلاص انا راجع 20 خلاص. انت اقل رصيد ضارب انت. والله انه اقل رصيد بس انتم خلاص. والله العظيم ان هذول يفدانكم كلكم. والله ما فيك شك يا ابو فهد. والله ما فيها شك يا اخي. اجعلني فدان بس كيف كفو. هذه طبعا السلامه. شخص صار بيني وبينه حوارات ويمكن قبل اسبوعين قلت اتمنى تجينا بلديه. وقام ان جتك الاسبوع الجاي تعطيني وظيفه. قلت ابشر بعزك. لكن انا عند وعدي ما اخذت الاسبوع اللي بعده. اخذته بعد اسبوعين وهو يستاهل. كفو. احنا صفقه دحوم. استاهل. ابوه باذن الله. ابوه فهد. فهد معاد نشوف. سم اذا ما اعطوك حقك بالفرح ولا يعني قدروا مكانك ولا قدروا الناس اللي وراك ترتوت حنا بتقدر وقدود. كفو. او لا ابو فهد. يا رجال وراك شيء عظيم. ما نزيد والله ويانا بناخذ 20 ريال. لا 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 ايوه خلاص ابو فهد. انت فاهم ما بيننا زين. لكن انا اوجه كلامي للشباب كلهم زين. لا لا والله ثم والله انك طلي بكره عندي. لا 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 والله العظيم قتم بسرعه. قتم قتم تستاهل انك تستاهل احلى فرحه. هذا اولا. والله ثاني الناس اللي صوتوا لك برضه يستاهلوا اقوى. يستاهلوا اقوى. يعطيك الرصيد اقوى والله. حي ابو فهد. Yeah.
إذا ما توجك أبو كاتب وإذا ما أعطاك حقك أخوياك وراك يسدون وهذا اللي متوجونك هذا أقل شيء يا عيال يا جماعة أبشروا 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 بأسبوع ما يتكرر بزد رصيد كله أقوى تحية للناس اللي عطت البلدية و ابو فهد انت كنت تكيت الين قبل شوي وخربتها باليد الله يجزاك بالخير. اسمع يا معاذ هذه دلالة يوم اكلنا بدينا الشيء اللي حق لنا وما ناخذه ناخذه بدينا صح ولا لا؟ معليش يا عيال طمرة معليش شباب والله يا عيال يعني معليش في تيكيت وفي ترى ناس تناظرنا فما هي حلوه انا ناكل بيش عرفتوا؟ وانا سالفة كاميرا طيب ابو طمرة اسمع لا ابي جيكيت شوف لا اسمع حتى جيكيت دخل معي شوف ابو طمرة اسمع حيثم يا شباب اسمع هذا الانسان يستاهل وكاميرا تغير ما في ديني هذه تستاهل ابو طمره تستاهل اكثر ابو طمره اليوم مش اليوم مش والله انك خلص قسم بالله كل ما تمشي قول ها مش حق مين ابو طمره حقي شوف ولد خله يقعد اصبر هسه بدي اعيونك مكتوب ابو طمره حبيبي الله اصبر ايوه اصبر ابو طمره دقيقه انت الشيخ كذيب نبي طمره ها ابو طمره بعد طمره بعد بس دقيقه لا رسمه ما في طمره البلديه اسمها خل يدك يسرى شغله الامر ايوه يا سلام يا سلام يا سلام تفضل كلمتك الخاصه خلا كذا لا ايوه يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذا المايك أيها الشباب أيها الشعب الكريم الشعب أيها المتسابقين السلام المايك إننا في يوم جميل نعم ويوم شايفك معاذ شايفك معاذ جمهور يا عيال عصيب هنا نعم كلكم عندكم مايك خربان الله اكبر ايها القوم اسمعوا الشباب الرجال يا شباب اسمعوا ايها القوم يا اظافر وقف الموظفين غدا باذن الله نعم باذن الله سوف يكون يوم لن يتكرر في زد رصيدك وان شاء الله سوف يكون هناك نعم سوف يكون هناك 6 لوكيشنات جدد
كبير برسيم تبخر 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 هي 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 نعم اسلم وسوف يكون هناك حطب حطب الله وهناك مفاجأة يمكن بكره يمكن بعد بكره الله الله على الخطاب نعم انهم ذاهبون الى تونا بالمفاجأة صدق وش نعم صدق صدق ابو فهد ابو فهد كيف بكره بعد بكره ذاهبون ياتون بالمفاجأة وشلون ياتون بها الى الى مع بعد بكره اقرا والله اجيب العين انهم ذاهبون ياتون بالضيوف طيب 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 نعم اصبر طيب طيب لا كل شيء بسم الله تخيل تخيل بس بس دقيقه ابو فهد تكفى تكفى انا حاط علاج كذا بطلب منك طلب ابو فهد تكفى وصل 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 الطلب وصل طابت ايامك حبيبي هذا يقطع اليدين ما يطيب تكفى يا ابو فهد وصل الا المذيع لا تلدغ على الكوبرا اللي انت فيها تكفى اعصي يا يا جماعة الخير ترى نجيب الحساسية في الخط والله استعدوا ادري انا ما عارف احطه كنا غطرت يا ابو فهد نادي نها عطره لك عطره لازم جو بسم الله قدام غاية نبتسم لك في النهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك انطلق ويدي بك